إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فمن الحقائق المسلمات أننا نموت، ومن الحقائق المسلمات أن مآبنا ومرجعنا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الحقائق المسلمات أيضا أن نهاية الشوط إما إلى جنة وإما إلى نار. فالأمر جد كله، ليس فيه شيء من الهزل. قال الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وقال تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، تعالى الله الملك الحق. وقال الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وبين ربنا تبارك وتعالى أن الظن في الله سبحانه وتعالى أنه خلق هذا عبثا إنما هو ظن الكافرين. قال عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أما أهل الإيمان فقد قال الله سبحانه وتعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. فإذا كان الأمر بهذه المثابة، فأنت أيها السائر إلى الله عز وجل هل تعرف طريقك؟ طالما أنه في نهايته نار أو في نهايته جنة، هل أعددت للأمر عدته أم أنك استخففت بالأمر كله؟ نحن نريد أن ندلك على الله سبحانه وتعالى. هذه الدروس كلها تحاربها السائر على رسلك، يعني قف أيها السائر، ماذا تريد؟ إذا كنت تريد الله سبحانه وتعالى فأنا أدلك على طريقه، فلا بد حينئذ أن تعرف علامات الطريق، وأن تعرف عقباته أيضا، وأن تعرف المسافة الزمنية التي ستقطعها حتى تبلغ المنزل. فهل عندك علم بكل هذا؟ إنما نزل القرآن كله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه المباركة لبيان هذا الطريق. فحتى تكون على بينة من أمرك وتعلم أن الأمر جد كله، ليس فيه شيء من الهزل مطلقا كما يظن بعض الناس، أنهم أتوا إلى الدنيا يأكلون ويشربون وما يهلكهم إلا الدهر، هؤلاء مآلهم إلى النار قطعا. ويدل على ذلك الآيات القاطعات في كتاب الله سبحانه وتعالى. الطريق على وجهين، قال الله عز وجل فيهما: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وبين لنا الشاكر، بين لنا عاقبة الشاكر
وبين لنا عاقبة الكافر، فقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. لا يرضى عن الشيء يعذب عليه، ويرضاه ويحبه يثيب فاعله. وقال تعالى: إنا هديناه النجدين، النجدان طريق الخير والشر. فأنت تريد أن تصل إلى الله عز وجل، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى لما أنزلنا على الأرض أعلمنا أن كلها مشاكل. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، كل شيء في كبد. هذه الدنيا التي يتكالب الناس عليها أريد أن أبين لك حقارتها بشيء لا ينكره أحد منا، فإن كلامنا عن الدنيا سيأتي وهو كلام طويل منضبط بضابط الكتاب والسنة. كل لذات الدنيا مبنية على الحرمان، هل تصدق؟ ما من لذة يحرزها العبد إلا كان محروما منها قبل ذلك. قالوا ليه مسرور بها؟ ليه منشرح الصدر بها؟ يعني أراد أن يسكن في قصر منيف. كان الأول يسكن في حي شعبي، يسكن في غرفة وصالة، غرفتين وصالة، تمنى وربما سافر إلى الخارج يحمل أمنيات كثيرة في قلبه يتمنى أن يحرزها. عنده شباب وجلد وطموح وليس عنده مال، يسافر 20 سنة 30 سنة ويبني، فإذا رجع في نهاية المطاف رجع شيخا ولكن معه مال، فتغيرت معطياته، صار عاقلا. بالعمر الطويل الذي أنفقته في جمع هذا المال أنا أفعل به كذا وكذا، أحلام الشباب لا، صار عاقلا. فلا هو استمتع بشبابه ولا هو استمتع بالمال لتحقيق أمانيه، فحتى لو استمتع وأتى وحقق أمانيه كان محروما من هذا القصر، فلما جاء بناه استمتع. ما سر متعته؟ الحرمان، كان محروما. فكل لذة في الدنيا أصلها الحرمان، فهي ما تساوي قليلا ولا كثيرا وإن كانت مزرعة الآخرة. ليه؟ لأن برضو بعض الناس عندهم نوع من التجاوز، يهمل الدنيا بالكلية ويطلب من الناس أن يطلقوها وهم أبناؤها وعلى لبانها فطموا، فيصعب عليهم تركها. عشان كده سنبين الفرق بين وعظ العالم وبين وعظ الزاهد فيما يأتي تباعا. إذن إن هديناه السبيل إما شاكرا إما كفورا. أنت رجل من أهل الإسلام وتريد أن تصل إلى ربك بالسلام، أنا الآن أبصرك في هذا الحديث وفيما يتلوه من الأحاديث، أبصرك بطريقك إلى الله وكيف تصل بسلام. وإني أستعين بربي سبحانه وتعالى وأرجو أن أوفق في عرض هذه المادة، وأطرح نفسي على عتبة عبوديته متبرئا من حولي وقوتي إلى حوله وقوته سبحانه وتعالى. فابذل لي قلبك وألق سمعك، فإن الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها التقطها، ورب كلمة غيرت حياة إنسان. ولأن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، فأريد أن ينتظم حديثي معكم في 3 محاور كلها تتعلق بالطريق. احنا على سبيل الإجمال، ما صفته؟ صفة هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ما عقباته؟ ما هي المدة الزمنية التي يقطعها الإنسان حتى يصل إلى المنزل؟ أما صفته فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقد رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى،
والدارمي وأحمد من حديث حماد بن زيد عن عاصم ابن أبي النجود، وعاصم هذا هو صاحب القراءة المشهورة التي يرويها عنه حفص ابن سليمان الأسدي، يرويها عن عاصم ابن أبي النجود عن أبي وائل شقيق ابن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد رواه أبو بكر بن عياش أيضا عند الحاكم عن عاصم ابن أبي النجود، ورواه الأعمش سليمان بن مهران ومنصور بن المعتمر كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، وكذلك رواه البزار رواية الأعمش ورواية منصور بن المعتمر كلاهما في مسند البزار بسند صحيح، ورواه البزار أيضا عن سفيان الثوري عن أبيه عن منذر الثوري عن الربيع بن خثيم عن عبد الله بن مسعود، وهذا سند صحيح أيضا، فالحديث صحيح فلا جرم أن صححه ابن حبان وأبو عبد الله الحاكم رحمة الله على الجميع. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ثم قال: هذا صراط الله، ثم رسم خطوطا قصارا عن يمينه وعن شماله، عن يمين الخط الطويل اللاحب هذا رسم خطوطا قصارا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، وفي رواية قال: وهذه صرط الشياطين، على كل صراط شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يبقى أول شيء أو أظهر شيء يميز صراط الله عز وجل أنه مستقيم. يعني مستقيم يعني إيه؟ ما فائدة هذه الاستقامة؟ ضع قدميك عليه وامشي، لا تحول قدميك، تصل إلى المنزل، بخلاف طرق الشياطين، طرق الشياطين متعرجة ثم إنها قصيرة، أما صراط الله عز وجل فطويل لاحب. يعني كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما حصلت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، والصحابة اختلفوا في المسألة، فقسم صار مع علي وقسم صار مع معاوية رضي الله عن الجميع. ابن سعد بن أبي وقاص سألوه، لأن سعد كان ممن اعتزل الفتنة، خرج من المدينة إلى وبنى له دارا بمنطقة اسمها العقيق، الوادي المبارك يعني، اللي هو عند ذي الحليفة، واعتزل الناس جميعا، وابن عمر اعتزل الناس، ومحمد بن مسلمة أيضا اعتزل الناس وكذا. فراجعوه: لماذا اعتزلت؟ فقال الآتي: قال: إنما مثلي ومثل أصحابي كمثل رفقة كانوا في طريق، وبينما هم سائرون أظلمت عليه، حصل نوع الضباب الكثيف على الطريق بحيث أنهم لا يميزون الطريق، لو أخرج يده لم يكد يراه، خلاص لا يرى. فالرفقة اجتهدوا، فقال بعضهم: الطريق يمينا، فسار، وقال بعضهم: الطريق يسارا، فساروا. وقلنا نحن اللي جماعة اعتزلوا القصة كلها: نبقى مكاننا حتى تنجلي. فلما انجلت كنا على الأمر الأول. دلوقتي الذين اتجهوا يمينا اجتهد قد يخطئ، والذين اتجهوا يسارا اجتهدوا فقد يخطئون، أما الذين وقفوا فهم على الصواب قطعا. ليه؟ لأننا لم نختلف من أول الطريق إلى هذه النقطة، لم نختلف، كلنا كنا مع بعض، ثم صار بعضنا يمينا صار بعضنا شمالا، وبقينا نحن على الأمر الأول.
يبقى إذا أنا ماشي على طريق المستقيم، لو مغمض عينيا هوصل، لكن الطرق المتعرجة هذه مشكلة لابد أن يكون المرء بصيرا بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وبين صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا على الأمر، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا هو الذي جرى للأمة بكل أسف كما سنبسطه إن شاء الله تعالى بعد ذلك، كل في مكانه. فيبقى هذا الطريق الطويل المستقيم. طيب الطريق المستقيم ده هل له صفات أخرى؟ أول حاجة عرفنا أنه مستقيم، الحاجة الثانية عرفنا أنه طويل، تمام؟ يعني يستوعب عمرك وكم استوعب من أعمار الأمم، يعني من أول ما نزل آدم عليه السلام إلى الأرض وأرسل الله عز وجل رسله تترى إلى بني آدم، وهذا الطريق استوعب أعمار الأمم كلها، تمام؟ في طريق مستقيم طويل، تمام؟ لكن هذا الطريق له صفات أخرى، وقد وردت في حديث صحيح صححه الإمام الترمذي والحاكم، وقد رواه الإمام أحمد أيضا وهو حديث صحيح، من حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. أنا عايز الإخوة الذين يشاهدونني الآن عايز يركز، لأنني سأضع صفة للطريق الآن، لازم يركز معايا علشان يفهم. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، تخيل الطريق، على جنب الصراط سوران. يبقى أنا عندي طريق وعندي سور يمين وعندي سور شمال، والسور ده ماشي للآخر، وعلى جنبي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة يمين وشمال، وعلى الأبواب ستور مرخى. عايز ما تكون فتحة بلكونة أو فتحة شباك وانت شدد عليه ستار، هي الفتحات الموجودة في طول السور كله من اليمين ومن الشمال، كل الفتحات دي عليها ستور، عليها ستائر، يعني عليها ستور مرخى مشدودة على هذه الفتحات. على باب الصراط الطريق ده داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، تمام؟ ده على باب الصراط أو على رأس الصراط. وعلى وفوق الصراط، فوق خالص في السوران كده فوق الصراط، داع كلما أراد أحد أن يفتح هذه أن يفتح هذه الأبواب ويزيل الستور المرخاة من على الأبواب، يقول له: ويحك لا تفتحه، فإنك متى فتحته ولجته. بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المثل، قال: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله جل ثناؤه، وأما الأبواب نوافذ الفتحات اللي في الأسوار فهذه محارم الله عز وجل، وأما الداعي على رأس الصراط فهو كتاب الله، وأما الداعي من فوق الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مسلم. الواعظ ده اللي هو الضمير، اللي هو النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على الذنب ولا تدعه، هذه النفس اللوامة مهمة جدا، إذا مات قلب الإنسان انتهى، صار قبرا متحركا، مجرد جثة هامدة، صار جثة هامدة لا قيمة له. فيبقى أنا أرجع إلى المثل مرة أخرى، عندي طريق طويل، أدي عندي حدود الله، حدود الله عز وجل أحكامه، سواء جاءت من طريق الأمر أو جاءت من طريق النهي. احنا عندنا الأحكام الشرعية إما أمر أو نهي، والأمر على ثلاثة أوجه،
إذا جالك فعل أمر سواء في القرآن أو في السنة يبقى واحدة من ثلاثة، إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مستحبا، وإما أن يكون مباحا. الواجب العلماء يعرفونه فيقولون ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، افعل، صلوا كما رأيتموني أصلي، صلي فعل أمر، تمام، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، دي كلها واجبات على العبد، إذا لم يفعل عذب، تمام. يبقى ليس للمكلف اختيار، ما يقولش لا، يا يفعل يا يعذب، ده يبقى ده ايه؟ ده اسم الواجب. المستحب اذا فعلته تثاب، واذا لم تفعله لا تعاقب، والمساله دي برضه فيها تفصيل ليس الان اوانه. المباح ما استوى طرفاه، تعمل او ما تعملش الاثنين زي بعض، تمام. يبقى انا عندي الدين امر او نهي، الامر على ثلاث اوجه، النهي على وجهين. يقول لك النهي ده إما يكون نهي، إما يكون حرام أو مكروه. طبعا الحنفية لهم تفصيل برضو، يقول لك كراهة التنزيه كراهة التحريم، برضو إيه مش 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 موضوعنا الآن. فيبقى السوران حدود الله، حدود الله اللي هي كل ما يتعلق بالأمر والنهي. الأبواب المفتحة دي محارم الله، الحرام الذي لا يحل لك أن تلجه على الأبواب، ستور مرخاة. طب الستر المرخاة والستارة المحطوطة على الباب اللي هي إيه؟ اللي هي النص لا تفعل. أول ما تكسر الأمر وتقول لا أنا حر، زي ما برضو الكلام اللي احنا برضو بننبه عليه، يقول أنا حر يعني أنا منفلت أعمل اللي أنا عايزه. أول ما تقول أنا حر يبقى شديت الستارة. طب إيه اللي حجزك إنك تدخل الباب؟ الستور المرخاة. إذن الستر المرخى على الباب هو النص، النص الناهي لا تفعل. واللي بيشد الستارة عارف ساعات كتيرة هو رايح فين. أنا ما أظن مثلا رجلا تلبس مثلا بكبيرة كالزنا أو شرب الخمر كان جاهلا أن هذا حرام، بل كان يعلم أن هذا حرام. ما الذي جرأه وأدخله؟ شد الستارة. طيب، طب علشان ما يشدش الستارة دي الطريق مستقيم، تفضل ماشي كده، أول ما تحود على جنب يمين شمال توقف تبص، بدأ الانحراف. وكما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. أنا برضو عايزك تنصت لي وتتخيل المسألة. أنا عندي حرام حلال محض، محض لا اختلاف فيه، حرام محض لا اختلاف فيه، وعندي بينهم منطقة شبهة. خلاص، يبقى عندي المناطق ثلاثة، عندي حلال محض، تخيل كده الحلال ده بينه وبين الشبهة جدار، تمام، وبعدين ادي الحلال اهو وادي جدار، وادي الشبهة وادي جدار وادي الحرام. فلو ان انسانا ظل في منطقة الحلال المحض ممكن يوصل للحرام؟ مستحيل يوصل للحرام، يوصل فين؟ متى يصل الى الحرام؟ إذا قفز من على الجدار اللي ما بين الحلال والشبهة. طيب طول ما هو لسه لازق ظهره في الجدار اللي بين الحلال والشبهة برضه لسه برضه بعيد عن الحرام، إمتى يقرب من الحرام؟ يبتدي يمشي 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 كده لحد ما يصل للجدار الفاصل ما بين الشبهة والحرام، أول ما يقفز من على الجدار يدخل في الحرام على طول. طيب علشان البني آدم يأمن نفسه ولا يذهب إلى الحرام أبدا، يفضل في الحلال، أول ما يدخل في الشبهة نخاف عليه، تمام. والشبهات النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعلمهن كثير من الناس، يعني أكثر الناس يجهل معنى الشبهة.
وهل الشبهة دي من باب الحلال ولا من باب الحرام؟ بعض الناس قال لك من باب الحلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل اجتنابها إلى المكلف ولو كانت حراما لنهى. قال إيه؟ لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. فجعل وكل اتقاء الشبهات للمكلف، والمسألة التحقيق يعني المسألة فيها تفصيل، كلما كان أقرب إلى الحلال كانت من باب المباح، كلما كانت أقرب إلى الحرام كانت من باب الحرام أو كانت من باب الكراهة، على تفصيل طويل ليس هذا أيضا مجاله، ربما نتعرض له فيما بعد. إذن الإنسان اللي يجي علشان يرتكب كبيرة من الكبائر وعنده علم مسبق إن دي كبيرة من الكبائر لا يحل له أن يفعلها، كيف تجرأ عليها؟ شد الستار. طب شد الستار ليه؟ تعرف بقى هناك داعيان على الصراط، داعي على رأس الصراط وداعي فوق الصراط. طب الداعي اللي فوق الصراط ده اللي هي النفس اللوامة، البني آدم ده ضميره ميت أو ضعيف. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء على الداعي اللي فوق الصراط قال وداع فوق الصراط إذا أراد أن يفتحه قال ويحك لا تفتحه فإنك متى فتحته ولجته. هو داء الضمير اللي جوه البني آدم الذي يقويه كتاب الله ويقويه مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأنه يبصرك. وأنا ما أتصور يعني رجلا حتى وإن كان أفجر الناس وأراد أن يفجر مثلا قفل النافذة وقفل الباب، أنا الذي أعتقد لو هذا الرجل يعتقد أن إنسانا ينظر إليه من النافذة أو ينظر إليه من الباب لا يستطيع أن يفعل الفاحشة، يقدرش، يستحي أن يفعلها حتى لو كان قبيحا. طيب كيف استقل نظر الله إليه؟ هذا عنده ضعف في منزلة المراقبة، الضعف ده لابد أن يتقوى. عندنا كتاب الله الداعي الأول يقول يا أيها الناس ادخلوا في الصراط ولا تتعوجوا. بتروحش يمين بتروح شمال، أول ما تروح يمين تتعوج يبقى رايح على محرم أو هتشد الستارة، فدي مشكلة عليك. يقولك امشي مستقيم لا تغادر جادة الطريق، ها هذا هو الحق ليس به خفاء فدعني عن بنيات الطريق. الطريق بنيات الطريق اللي هي الطرق الايه صورة الشياطين، لا تتعوجوا امشوا مستقيم، ما تتعوج يبقى داخل على مشكلة كبيرة بالنسبة لك. يبقى أنا أصبح الطريق عندي دلوقتي واضح، طريق لاحب لأسماء بن سماء جادة الطريق لنص الطريق يعني أنا ماشي عليه، كتاب الله عز وجل ما تتعوجش تروحش اليمين ولا تروح شمال، خلاص عندي كتاب الله وعندي ضمير جواي واعظ الله في قلب كل مسلم. يبقى أنا يتضافر الداعيان جميعا على حض العبد على أن يستقيم لربه سبحانه وتعالى. هذا صفة الطريق بصورة إجمالية. طيب عقبات الطريق، طبعا احنا عندنا شيطان، وهذا الذي رفع عقيرته على ربه وأمره بالسجود فأبى وأقسم ليضلن بني آدم، قال الله عز وجل له هذا صراط علي مستقيم. خلاص عندي شيطان رجيم، وصف الله عز وجل عداوته في القرآن بأنها عداوة بينة، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، وقال لآدم وحواء إنه لكما عدو مبين، وقال الله عز وجل فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أنا مش فاهم يعني البني آدم اللي بيحسب الحسبة دي. أنا لو افترضنا يعني جدلا كده إن الشيطان ده ابن حلال مصفي، ما هو الشيطان يعني، افترضنا إن هو يعني أنه ملك كريم، بلاش الشيطان يبقى ملك، خليه ملك كريم، ملك كريم في مقابل رب العالمين، تتخذ من وليا؟ لو اتخذت الملك ضللت،
الله عز وجل يقول: أفتتخذونه بعد ظهور عداوته البينة وليست خفية، إنما جعلها بينة ليقيم الحجة على كل مخلوق. فيش واحد يقول أصلا كانت خفية علي، أصلا ما كنتش واخد بالي. لا، الدنيا كلها تشترك في كره الشيطان وبغضه وتقبيح صورته. لو قلنا لأي صاحب قلم في جنبات الأرض صور لنا الشيطان، كل إنسان سيصور الشيطان بصورة قد تختلف من إنسان لآخر، لكنها تشترك في القبح وتشترك في الشر. فالشيطان عدو مبين، تمام؟ ده يقف لك على الرصد، ده منتظرك. وهذا الشيطان قال الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فتصور عدوك أنت لا تراه، هيجي لك من الخلف، هيجي لك من الأمام، يجي لك من اليمين، يجي لك يسار الجهة الست، يعني هيجي لك من أي جهة مقدور يقدر عليها. أنت لما يكون عدوك ما أنتش عارف هيجي لك منين، بتبقى مرعوب، تمام؟ الشيطان ده بيتشكل ويلعبك. لو أنني أبصره كان ممكن أتصرف معاه، على الأقل يقوى قلبي في مواجهتك. وجعل له جنودا بالملايين أو المليارات، وأعطاه وسائل الإغواء. فهذا الشيطان لا يريد أن تصل إلى الله. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فيبقى الشيطان شغلته يوديك النار، وده مستنيك على الطريق، ينتظرك على الطريق. نعمل ايه في الشيطان ده؟ الفضيل بن عياض ابو علي رحمه الله، وهو احد السادة الكبار من علماء الحديث ومن ائمة الزهد الكبار، سأل رجلا يريد ان يمثل له الشيطان وكيف يستعين على دفع الشيطان، يعني سأل رجلا قال له: ماذا تفعل إذا كنت في طريق وخرج عليك كلب الغنم؟ تعرف كلب الغنم ده؟ أي واحد غنم معاه غنم والكلام ده، الكلب بيبقى شرس. ليه؟ لأن فيه ذئاب، فلا يمكن الذئب أن يصل إلى الإيه؟ الكلاب، فعنده شراسة كلب الغنم ده. والنبغة الزبياني كان له بيت، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه معجبا به على ما رواه ابن سلام الجمحي في طبقات فحول الشعراء. كان يقول النابغة: تعدو الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستثفر الحامي. أي واحد غنام معهوش كلاب الذئابة تأكل الغنم، إنما لو الغنم دي لها مستثفر حامي. تعرف المستثفر؟ الكلب المستثفر الذي جلس على مقعدته ونصب يديه ووضع ذنبه بين فخذيه، فده اسمه استثار. عشان كده المرأة الحائض النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ايه؟ استثري بثوب، اي ضعي خرقة على موضع الدم. فالمستثر بقى اللي هو ايه، واضع الذنب بتاعه ما بين فخذيه وجالس على مقعدته ونصب ايه؟ ونصب يديه. ده ناوي يعمل ايه اللي قاعد القعده دي؟ ناوي ينطلق، يعني جاهز. تعدو الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستثفر الحامي. فبيقول له: يعني انت ماشي في الطريق وبعدين واحد غنم معاه غنم ومعاه كلاب، طلع عليك كلب الغنم، تعمل معاه ايه؟ قال له: ارميه بحجر. قال له: فان رجع اليك. قال له: أرميه بحجر. قال له: فإن رجع إلي. قال له: أرميه بحجر. قال: هذا أمر يطول. ليه؟ ممكن حاجة من اثنين: يا أنا ما لقيش الحجر، أجي أدور على الحجر عشان أضربه ما لقيش، ومن الممكن أن أجد الحجر ولكن ساعدي لا يقوى على الرمي، يبقى هياكلني الكلب. إذا المسألة كل ما يجي لي أديله طوبة، ده مش نافع الكلام ده، هذا أمر يطول، لا سيما طريق الله عز وجل طويل زي ما احنا قلنا مستقيم، ولسه هنتكلم على المسافة الزمنية اللي الإنسان هيقطعها حتى يصل إلى المنزل.
فقال الرجل له: ماذا أفعل يا أبا علي؟ قال: عليك برب الكلب، قل لصاحب الكلب حوشه عني كده، يبقى خلصت الموضوع. بدل ما تقعد كل شويه ترميه بطوبه والكلام ده، لا، قل له حوشه، امنعه عني، خلاص صاحب الكلب هياخده. يريد ان يقول له: عليك برب الشياطين وما اضلت. يبقى ليس لك الا الله في دفع هذا الشيطان. وانا طبعا هاخر الكلام في المقارنه بين شيطان الانس والجن، لكن يبقى انا عندي الشيطان الكبير ابليس الملعون والجماعه الزبانيه بتوعه والصبيان بتوعه والكلام ده، وعندي شياطين الانس والجن، ادي العقبه الثانيه، وعندي النفس الاماره بالسوء التي احملها بين جنبي. فبالله عليك، رجل تكالبت عليه كل هذه الاعداء، يجوز له ان يغفل او ان يسهو او ان يستهين بعداوه هؤلاء؟ ما ينبغي لذي عقل أبدا أن يرى أعداءه وخصومه بهذه القوة ثم لا يلوذ بربه. فنسأل الله عز وجل أن يحمينا وأن يتفضل علينا وأن يقبل منا. ونتلقى بعض الاتصالات ونتمم موضوعنا بعدها إن شاء الله. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. طيب، نعم، طيب، ها، السلام عليكم ورحمة الله. أيوة صاحبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بقول لحضرتك، كنت عايز أسأل حضرتك بس عن سؤال بالنسبة للصلاة. وانا بتوضى وبصلي بتطلع مني اصوات على طول من الدبر، فمهما اعيد الوضوء مفيش فايده، فبضطر اصلي بنفس الحاله. طيب ماشي، حاجه تانية؟ لا شكرا. طيب، طبعا هذا بيدخل في يعني احكام اهل الاعذار. احكام اهل الاعذار، لو ان انسانا يعاني مثلا من انفلات ريح او نحو ذلك فهذا لا شيء عليه، لكن يتوضا عند دخول الوقت ثم يصلي حتى لو خرج شيء من هذا، فلا يلزمه أن يخرج من الصلاة وأن يجدد وضوءه مرة أخرى. نعم، تفضل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خيرا. الله يحفظك. بقول لحضرتك أن عزانا الله من الشرك يعني والشك، بيجيني وسوسة كده في شك من ناحية القبور يعني. بس فمع إني الحمد لله يعني بحاول إن أنا أقوم الليل من ناحية اللي هي القبور؟ نعم. من ناحية ايه؟ من البعث يعني، القبور. البعث، ماشي، نعيم القبر، الحياة البرزخية. نعم. يعني بحاول ان انا الحمد لله بقوم الليل وكده. في سؤال تاني معلش هقول لحضرتك. نعم. فعايزة اعرف من حضرتك ازاي ان انا اكفي نفسي من الوسوسة دي. وفي سؤال تاني خاص بصلة الارحام، انا ووالدة زوجي منفصلة عن حماي يعني، يعني كرم عليها يمين طلاق واحد بس. فيعني رجعت وبعدين زالوا تاني ومشي الكلام ده بقاله 7 سنين. نعم. فكان فيه يعني زعل بينهم وكده، فمؤثر على زوجي واخواته كمان يعني، كان في مشاكل، فما كانش زوجي ما كانش بيروح لوالده، فالحمد لله بتوفيقه يعني ربنا هدى الايام اللي فاتت وراح لوالده، والحمد لله الصله موجوده دلوقتي، بس في بعض اولادهم يعني من الذكور ما بيروحوش. فانا عايز اعرف دلوقتي، الحمد لله حماتي ست فاضله وكويسه والله، وانا بعملها يعني في الله ان هي زي والدتي بالظبط، فهي كويسه وبتقوم الليل وبتصلي وبتصوم الحمد لله كويسه، فهي هل عليها وزر؟ هو دلوقتي يعني عدى 60 سنة حماية وعايش لوحده، فجات له كذا مره غيبوبه السكر، فاحنا حاولنا يعني عشان نصلح بينهم، فهي رافضه لما يعني الاساءه اللي فاتت في السنوات اللي فاتت. طب لماذا؟ طب الابن ده لماذا لا يضم اباه اليه؟ ما هو حضرتك هو عايز يرجع والدته، فهي في رفض يعني من الاولاد نفسهم، حتى يعني في بعض الابناء مش عايزين والدتهم ترجع تاني، مع انها هي يعني ممكن ان شاء الله تيجي، بس مش عارفه يعني، مش عارفه يعني حماتي كده ليها عليها وزر ولا ايه؟ مش فاهمه. لا صح. طيب طيب، ماشي، جزاك الله خير. بارك الله فيك. اما بالنسبه للسؤال الاول وما يتعلق بالوسواس القهري، فالوسواس القهري بشع جدا،
لكن علاجه سهل. بشاعة الوسواس القهري أنه متعلق بمسائل الإيمان والقلب. كثيرا ما يأتيني شاب مبتلى بهذا الوسواس القهري وهو مرعوب، خائف أن يموت على الكفر. ليه؟ بيسمعك في صدره كده سب لله عز وجل، سب للنبي صلى الله عليه وسلم، شك في القرآن، شك في البعث مثلا، في هذه الأشياء، فبيجي مرعوب وهو خايف. فإحنا بنقول لا إشكال عليك، بشرط. الشرط ده ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. يعني الإنسان اللي جاي مرعوب ده، خايف من الكفر، ده صدره انشرح بالكفر؟ لا طبعا، لم ينشرح صدره بالكفر. طب هل دعا الناس إلى هذا الكفر؟ لا، ما دعا الناس إلى هذا الكفر، إنما تكلم به مضطرا، وتكلم به مع أهل العلم لكي يزيلوا علته. فيبقى لا انشرح صدره بالكفر ولا تكلم ودعا الناس إلى هذا الكفر. فالمسألة دي مسألة الحمد لله مطمئنة. وقد حدث هذا لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لا يخطر لنا الشيء في ذات الله لأن يخر أحدنا من بعد، يعني ينزل من السماء على رقبته، يعني على دماغه، فيموت، يعني كان أحب إليه من أن يتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان، أي أن الإيمان هو الذي حجز هذا الرجل أن يتكلم أو أن يعتقد. وفي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قدرش يعمل مع المكلف أكثر من أنه يوسوس له المسألة. لكن الإشكال إشكال بقى الإنسان الذي يبتلى بالوسواس القهري أنه يكون عادة ضعيف الإرادة، والمسألة دي تحتاج إلى قوة إرادة. تيجي تقرأ في المصحف تيجي لك الوساوس، فعشان تتخلص من الوساوس تقفل المصحف. إذا أردت أن تذكر ربك إما ذكرا مطلقا وإما ذكرا مقيدا، الصباح المساء، الخروج من البيت، دخول البيت، الأذكار المقيدة يعني الموظفة، أو الأذكار المطلقة، تلاقي الوساوس تكاثرت عليك، يوم عشان يخلص يكف. أنا بقول له لا، سبح واذكر واقرأ وداوم. ممكن يشتد عليك الوسواس صحيح، لكن أنت كده بتتفلت منه. وأنا الحقيقة فيما أعلمه أنا علما يقينيا أن كل الذين جاءوني وقد ابتلي أحدهم بمثل هذا عافاه الله سبحانه وتعالى في مدة زمنية بشرط أن يفعل ما نوصيه به. عشان كده مسألة الوسواس القهري هذه مسألة مع بشاعتها، لكن استعان المرء بربه سبحانه وتعالى وسلك السبيل الصحيحة، فنسأل الله عز وجل أن يعافيه. أما بالنسبة للسؤال الثاني فيما يتعلق بصلة الأرحام، فطبعا أنا عايز أقول للأبناء أن حق الوالد والوالدة على الأبناء لا يستطيع الولد مهما فعل أن يوفي حق والده أو حق والدته. وطبعا ده كلام طويل، يعني يحتاج إلى يعني محاضرة مستقلة، يحتاج إلى حديث مستقل، لكن أنا يكفي أن أبين شيئين. الشيء الأول يتعلق أو هو من كتاب الله سبحانه وتعالى، فنحن في القرآن المجيد لا نعلم أن الله سبحانه وتعالى أوصى الآباء بالأبناء إلا في موضع واحد، قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما في باقي القرآن العظيم فإن الوصاة تكون بالآباء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الآيات. فحق الوالد على الولد يؤدى في حالة واحدة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. دي الحالة الوحيدة بس
اللي الابن يقول للاب خلاص احنا كده بقينا راس براس استوينا، واستوفيت جميلك عندي، ان يكون مملوكا عبدا مسترقا فيعتقه، دي الحاله الوحيده، انما غير كده اغسل ايدك، لا تستطيع ان تؤدي حق والدك او حق والدتك. واختم يعني هذه التذكره اليسيره باثر رواه الامام البخاري في كتاب الادب المفرد بسند حسن، ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بالبيت، وبعدين كان الى جانبه رجل يحمل امه المسنه العجوز، ام 80 سنة 90 سنة، فشيلها بقى، واللي راحوا الطواف والكلام ده وعارفين الزحام ويعرف مدى مشقه ان يحمل انسانا اخر على كتفه. فالرجل بقى عمال ايه يقول رجز، حاجه ايه ضرب من ضروب الشعر، يقول انا لها بعيرها المذلل، ان اذعرت ركابها لم اذعر، انا الجمل بتاعها، هي بتركبني وانا الجمل بتاعها، المذلل اللي هو ايه تقول لي يمين اروح يمين شمال اروح شمال، مذلل يعني مش مستعصي يعني، إن أذعرت ركابها لم أذعر، أنا واقف ثابت هوت، لا بضطرب ولا ركبي سايبة ولا الكلام ده، بحيث إنها إيه آمنة تماما أن تسقط من على كتفي. ثم التفت إلى ابن عمر فقال يا ابن عمر تراني وفيتها، المجهود الكلام ده اديت لها جملها يعني، قال له لا ولا بزفرة، الزفرة هي صرخة الأم في حال الولادة، كل اللي انت عملته ده طاش بزفرة واحدة، نزول الراس في حال الولادة ده يساوي الموت، هذا يساوي الموت بلا أي مبالغة. عشان كده لما واحدة تولد ولسه الجنين نازل اسألها ناوي تخلف تاني، تقول لك أطيع آخر مرة هخلف، بعد ما تربي الولد وتحتضن ومش عارف ايه يحصل نوع من الدفء مش عارف ايه، تحن ليه مرة أخرى للحمل وللولادة. فهو يعني كل جميل الولد تخطير بزفرة واحدة. فعشان كده أنا مستغرب جدا إن في بعض الأبناء مش عايزين الأب يرجع للأم أو الكلام ده، يرجعوا يا أخي بأخف الضررين إذا لم تكن هناك كارثة يعني. ولذلك في مثل هذا أنا أتكلم بالضوابط العامة، وربما يكون هناك في الموضوع أشياء أخرى إذا أسر لي الولد أو الولد يعني الولد سواء كان ولدا أو بنتا يعني، إذا أسر لي أقول له نعم الصواب في فعلكم، وأنه فعلا ما ترجعلهمش البعض. ليه؟ لأنه أول ما يرجعوا البعض سينتهكوا حدود الله سبحانه وتعالى، والأولاد قد يروا أن ده أخف الضررين والكلام ده. برضو أنا لا أريد أن يعني أستغرق في لوم الأولاد ولا في تقريعهم، لكنني أذكر بالضابط العام. أما إذا مسألة لو لها جوانب أخرى فلكل حديث حديث. في اتصالات؟ نعم. أي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يحفظك. اسال الله جل وعلا ان يبارك فيك. امين. واسال الله جل وعلا ان يحفظك. الله يحفظك. واسال الله جل وعلا ان يحفظك من كل سوء. بوريك يا صاحبي. ويثبتك حتى تلقى الله جل وعلا هو عن كرات. امين يا رب. واسال الله جل وعلا ان يجمعني بك وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا. تفضل. والله يا شيخ انا يعني في اسئلة كثير كنت عايز اطرحها على سيادتك، بس والله فعلا يعني طارت من دماغك؟ ايه؟ طارت من دماغك بصراحة. ولكن يا شيخ والله يعني ربنا يجازيك خير والله. في حاجة بس أنا عايز أوجهها لكل المستمعين وكل المشاهدين، إن الأسئلة اللي هي متفرعة، إن إحنا يعني حضرتك يعني بقى لحضرتك ساعة إلا تلت ماشي في طريق، وإحنا كنا مركزين جدا مع حضرتك بصراحة. فجي الأسئلة ديت، بصراحة الأسئلة ديت يعني إيه حضرتك بدأت ترد عليها مشكورا، فأتمنى يعني إن أرجعك إن شاء الله تاني للسكة دلوقتي. أنا عارف بس يعني أتمنى برضو إن حضرتك يعني ما يقطعوش الكلام المفيد، وحضرتك بتقول لا معلش عفوا يا أخي ربنا يحفظك. هو طبعا الإنسان اللي يتصل لأمر يخصه، يعني أنا ربما قد أتكلم بكلام لو أنا انفردت بالكلام يعني ربما أتكلم بكلام لا يحتاج إليه بعض الناس، ولذلك أنا أحيانا في المحاضرات أو في الدروس أحيانا أفتح باب الأسئلة. ليه؟ لأن هذا الجالس أمامي يحتاج إلى سؤال معين، قد المحاضرة كلها لا تهمه في شيء، تهم رجل لكن لا تهم آخر، فينبغي برضو فتح باب الأسئلة برضو عشان يحصل نوع من التواصل وأن يسمع المرء الجواب بعينه. لكن أنا أريد أن أنصحك برضو نصيحة ولا نخلي الأمر من فائدة، وهو
استعن بيمينك، يعني أنت جاي على أساس أنك تتكلم وإذا بالأسئلة تتبخر جميعا. فينبغي على كل ينبغي لكل سائل إذا أراد أن يسأل أن يكتب ما يريد في ورقة. وكان عبد الله بن المبارك كان يعني يعظ بذلك وينصح به، وكان يقول: أيها الطالب علما، إيت حماد بن زيدي فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيدي. يعني أي أن العلم الذي تتلقاه ينبغي أن تقيده، السؤال الذي تريد أن توجهه ينبغي أن تقيده أيضا. طيب، ثم في اتصالات أخرى. طيب نرجع إلى ما كنا فيه. طيب إحنا نرجع بقى للطريق وللأعداء بقى اللي واقفين على الرصد. أعداء كما قلنا، كل عدو لا يريد غير شيء واحد، وهو الشيء الذي توزن أنت به يوم القيامة، ألا وهو هذا القلب. الشيطان عندما يسدد سهما إليك مش عايز إلا هذا القلب، هذا القلب اللي هو المضغة التي إن صلحت صلح سائر الجسد، وإن فسدت فسد سائر الجسد. يؤتى بالعبد يوزن بقلبه يوم القيامة. كده بعض العلماء كابن القيم رحمه الله يقول: يأتي الرجل السمين البدين يوضع في الميزان فلا يساوي عند الله جناح بعوضه. ويؤتى عبد آخر كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقصة القبرة قصة صحيحة، إن هو كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة، وبعدين في عش عصفورة أو قبرة يعني على الشجر، فطلع عبد الله بن مسعود على الشجرة فالصحابة رأوا ساقيه الدقيقتين فضحكوا، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. ساقه نحيفة فعلا لكنها أثقل في الميزان من أحد. ما الذي ثقل ميزانه وطاش ميزان الرجل الضخم ده؟ هو القلب. هذا القلب عليه حراسة شديدة، وهذا القلب مستودع الإخلاص، عشان كده قلت عليه حراسة شديدة. لا يموت قلب إنسان إلا وقد سبقته سنون من الغفلة. قلب عفي لا يموت بسهولة، يمرض لكن يرجع تاني عفي. ليه؟ لأن الشيطان لما بيسدد السهم الأول لا يسدده إلى القلب، إنما يرمي السهم فيسقط السهم في فناء القلب. أنت مش تقرأ سورة الناس؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، مش قلوب الناس. فأنت شبه القلب ده اللي كل الأعداء دول يتقاتلون عليه عشان تصون قلبك وتحفظه، شبه القلب ده بقصر. القصر ده له فناء، فيش قصر بلا فناء، لازم تلاقي كده جنينة حواليه. تمام؟ لو أن هبت عاصفة رملية، إيه اللي بيحصل للفناء؟ بيتردم. طيب صاحب القصر رجل نظيف وكويس ومهندم والكلام ده، أول ما خلص العاصفة انتهت جاب الكنسين. ايه كنس يا ابني انت وهو كنس وكنس وكنس؟ من السهل قوي اي واحد معاه مكنسة ان هو ينظف فناء القصر. طيب القصر ده التراب اللي دخله دخل منين؟ دخل من النوافذ. يبقى انا لو اغلقت النوافذ اغلقت الابواب مش هيدخل تراب، لكن الطبيعي ان فناء القصر يترادم بالتراب، ده الطبيعي. يبقى أنا عايز إيه؟ أكنس. خلاص؟ يبقى نرجع بقى، القلب ده زي الفيلا أو زي القصر، حواليه فناء زي ده، يلقي الوساوس والشبهات والكلام ده ما تدخلش القلب، إنما تستقر في الصدر. إذا كان الإنسان واعي وكويس وبيفهم وعارف سكته كويس وعارف طبيعة الشياطين وبيعمل إيه الكلام ده، يكنس على طول. يكنس طبعا المكانس دي أشياء، منها الذكر، منها الاطاعة، الكلام ده إن شاء الله نأتي عليه. إنسان مهمل هبت عاصفته الرملية الفناء اتردم،
وكمان عاصفه الفناء اتردم، فضل بقى يتردم يتردم لحد ما بقى التراب قد كده، ده بقى عايز كاسحات بقى عشان تشيله. يبقى قد يصعب عليه وقد يصعب على العالم ان يزيل كل هذا، لكن لو هو انسان منتبه وجيد وكويس كان ممكن نزيل المساله دي. لو هو مهمل بقى لا بيقفل النافذه ولا بيقفل الباب، هيدخل القلب بقدر النافذه، التراب بقدر النافذه او بقدر الباب، فده من السهل ان انا اشيله. الشيطان بقى لما بيلاقي البني ادم بقى يرمي له سهم في يستقر في الصدر والبدأ، وهذا الانسان ما بيكنس حاجه، سايب كل حاجه على ما هي عليه، ده يغري الشيطان انه بدل ما هو بره يقعد جوه الفناء بقى. تمام؟ فخلاص ما واحد مهمل وهو قاعد يسدد له سهم من بره على الفناء، خلاص مهمل اي ينتقل بقى من بره، يقوم قاعد له في الايه؟ في الفناء اللي هو في الصدر، ولا يزال يقترب يقترب من القصر او من القلب حتى يلتقم القلب. تمام؟ فيصير هذا الانسان كالكوز مجخية لا يصدر الا من هواه، كل حاجه عنده اللي هو عايزه، اللي نفسه فيه، اللي الشهوه بتاعته عايزاها، سواء كان اكل او شرب او اي حاجه تانيه. تمام؟ فالبني ادم ده قل ما ينجو، المهمل ده. فانا عايز اقول مفيش واحد من الشياطين هؤلاء الاعداء الا وهو يريد هذه المضغه، فانت حافظ عليها وخلي بالك منها. واذا رايت قسوه في قلبك، زي ما انت بيجيلك مغص ولا يجيلك مرض عضوي، بتروح اخر نقطه في الارض، تلف جنبات الارض كلها عشان ترفع المرض العضوي، وممكن تفلس، تصرف مالك كله وتستدين وتبيع الحديده كمان زي ما احنا بنقوله، وتموت بالعله دي برضه. طب انت لما لفيت الدنيا كلها كده علشان تزيل المرض العضوي، لما قسى قلبك تسمع ايات الذكر لا يهتز لك جفن ولا تدمع لك عين، وممكن تقابلها بهزء بسخريه بتريقه باي حاجه من الكلام ده، ما خطرش يعني ببالك كده انك انت تروح لعالم في نفس البلد وترحل اليه او تتصل بالهاتف تقول له انا قسى قلبي ماذا افعل؟ هو الدين هين ليه كده؟ أو ده الإهمال اللي احنا بنقول عليه، هذا الإهمال، يقسو القلب تسيبه، مع أن القلب ده هو ملك البدن، والمفروض الملوك ينبغي أن يعامل الملوك معاملة خاصة، معاملة خاصة. الإمام أحمد بن حنبل لما المتوكل رفع المحنة بعت صرة كده من المال للإمام أحمد، الإمام أحمد كان عازف عن المسألة دي خالص ولا يقبل شيء من هذا. فلما جاله بقى الراجل اللي هو الرسول بتاع المتوكل وقال له ادي صره من المتوكل، قال له لا اقبل شيئا، قال له الملوك لا ترد هبتها، فعش انك انت ترد هبه الملوك، خلاص يبقى ايه اقبلها. فالامام احمد اخذها ففرقها. فالملوك لهم يعني لهم ايه معامله خاصه، ما تجيش لملك لوالي وتقعد تقول له انت بتعمل وبتهبب وبتسوي ومش عارف ايه الكلام ده، الملوك لا تحتمل قلوبها مثل هذا الخطاب. انزلوا الناس منازلهم، كل واحد له مكان. فالقلب ده هل انت فعلا عاملته معامله الملوك ولا بتعامله معامله الخدم؟ ده انت بتعامله اردأ معامله بانك انت لا تلتفت اليه، مع ان هو الدره اللي هي الدره التي يتقاتل عليها هؤلاء الخصوم وانت لا تدري، وكل يسدد سهما يريد ان يصيب هذا القلب. فانا عايز اقول لك خلي بالك من القلب ده، قصه كلها اللي هنتكلم فيها ان شاء الله، والقرآن كله والسنة كله عشان حفظ الإيه؟ عشان حفظ هذا القلب بالطاعات والبعد عن المعاصي. فإذا الثلاثة دول يريدون شيئا واحدا عندك وهو الإيه؟ القلب. أنا بقى هلفت نظرك لشيء ربما لم تلتفت إليه، وأنت بتقرأ القرآن كله هل وقفت في آية واحدة وصف الله عز وجل فيها الشيطان بأنه عدو الله؟ أبدا، ما تلاقيش الكلام ده مطلقا، إنما يقول إن الشيطان للإنسان عدو مبين. تمام؟ في الوقت الذي وصف بني آدم بأنهم أعداء الله، يعني يقول فإن الله عدو للكافرين، ما قالش عدو للشيطان أبدا في القرآن،
لا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وأعدوا لهم ما استطعتم من قوتهم ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال في حق موسى وفرعون يأخذه عدو لي وعدو له. ليه بقى؟ هو الشيطان، هو الشيطان الإنس أو البني آدم أعظم خطرا من الشيطان الرجيم؟ ليه؟ الشيطان الرجيم أول ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يفر، إنما شيطان الإنس اقرأ عليه القرآن كله يقول لك إنها هنا قاعدون، قاعدين بقى مش منقولين من هنا النهاردة. تأثير الشيطان الإنسي بسبب توافق الطباع وظهور الشخوص أعظم تأثيرا مما لا تراه. طول ما الصورة بعيدة التأثير أقل. عشان كده مثلا الولد يبقى مسافر وفارق أباه وأمه بقاله سنتين ثلاثة أربعة خمسة، مات أبوه، الولد اللي مسافر لا يشعر بفقد أبيه كما يشعر الولد الذي يسكن مع والده. السبب في كده إيه؟ خفت المصيبة عن المسافر وعظمت على المقيم. السبب في كده الصور، كل يوم بشوفه، كل يوم باخد منه، وكما نقول نحن الطبع سراء، إنسان بينقل خلاص. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا نهى عن أن يسكن المسلم مع الكافر في مكان واحد أو يكون بينهم علاقات ود مشتركة؟ الخوف من كده إلف العادة، وإلف العادة والذي يقتل القلب. في الحديث الذي يصححه بعض أهل العلم وأنا أعتقد أنه موقوف، يعني الصواب عندي أنه موقوف، وهو في سنن أبي داود وغيرها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم لا يجامع المشرك إلا مثله. وقال صلى الله عليه وسلم لا تتراءى نارهما، يعني المفترض أنا لو في مكان في جبل يعني، وكان عادة العرب زمان كانوا يعني يوقدون النار على رؤوس الجبال عشان الضال يهتدي، يقصد النار يعرف أن في بني أدمين في المكان ده فيأكل ويشرب ويطعم وإلى آخره. فلو أن رجلا أوقد نارا على قمة جبل ورجل آخر أوقد نارا على قمة جبل آخر، إمتى ما يشوفوش بعض؟ يوم يكون المسافة طويلة، مسافة بعيدة بين هذا الجبل وهذا الجبل، بحيث أنك لو طلعت جنب النار بتاعتك تشوفش النار بتاعته، وهو لو طلع جنب النار بتاعته ما يشوفش النار بتاعتك. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ينبغي أن يكون ما بينك وبين هذا الكافر من البعد كما بين هذين الرجلين إذا أوقد أحدهما نارا لا يراها الآخر. ليه؟ قال لك طبع سراء، طبع بيسرق. يعني الذين سافروا مثلا إلى الخارج، وهذا شيء أنا رأيته بنفسي، مرة كنت في بعض البلاد في الخارج يعني، وبعدين رحت علشان أشتري جهاز تليفون هاتف، وأنا ماشي مع الرفقة بتاعتي لقيت كده طابور طويل عريض، أتى طبعا تبين لي أنه سينما. طبعا البنات مع الولاد قاعدين إيه يسلوا إيه يسلوا نفسهم لحد ما يوصلوا شباك التذاكر، فبيعملوا كل حاجة. طبعا أنا أول ما شفت المنظر كأنما رماني إنسان بحجر، حصل لي نوع من الإيه، قلبي اقشعر كده وبدني وبصري خطف. فببص أين أصحابي أين رفقائي اللي كانوا معايا، فببص كده بيضحكوا ضحكة خبيثة كده. خلاص اشتريت الهاتف بتاعه لما رجعنا للسكن، فبقول لهم انتوا يعني شفتكم كده تضحكوا كده بينكم ضحكة تحت لتحت كده. قال والله احنا قلنا نبص لك.
علشان هل سنرى على وجهك ما كان على وجوهنا يوم جئنا ولا لا؟ إذن هو لما جاء أول مرة برضو كان نفس البتاع، حصل نوع من الفزع والكلام، تستغفر الله العظيم مش عارف يود وشه هنا وشه هنا. لا عاش بقى، هيفضل يود وشه فين؟ يمين شمال حيلاقي، يمين تحت الأرض حيلاقي، الله ما فيش غير السماء بقى غير الهواء، الله أعلم بقى إيه اللي هيحصل في التقدم العلمي بقى، يطيروا في الهواء اللي يعملوا إيه. يبقى إذن كل مكان يود وشه يلاقي القصة العقيمة دي، تمام، اتعود عليه. طب ده لما يرجع بلده ويرى هذا المنظر تحت كوبري ولا في شارع ولا الكلام ده، هل ممكن يقشعر يعني بدن ولا يحصل له حاجة؟ هو ده الخوف، ده الخوف. عشان كده شيطان الإنس أخطر، وربنا عز وجل لم يقل إن الشيطان عدوي برغم جسامة خطورته، إنما وصف الإنسان الكافر بأنه عدو. خلاص، يبقى أنا لازم أخد بالي وأعرف أن الله عز وجل نصب العداوة لهذا وسماه، قال هذا عدوي، كيف تلقي إليه بالمودة؟ كيف تحبه؟ كيف تبذل قلبك له وأنا أكرهه وأنا أبغضه على الأقل وهو كافر أنا ما أحبوش أبدا لأن رب العالمين أكرهه. قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، ده متلبس بأعظم ما يكرهه رب العالمين، كل شيء يغفر إلا الشرك. الحل إنك توحد، هذا بقى ده الحل الوحيد. يبقى أنا بقى إيه عايز أربط بقى ما بين الاثنين. في القرآن ثلاث آيات، لكن أنا قبل ما أدخل لأن هذا كلام يعني مهم وبرضه مش عايز أقطعه، فلو في اتصالات ناخدها. ها طيب يلا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أبو إسحاق الحويني. أي نعم. ربنا يبارك لك يا شيخ، رب الله يحفظك طول لنا في عمرك كده يا رب. الله يجزاك الخير. والله يا شيخ أنا مش عايز أطول عليك يعني، بس هو يعني أنا يعني الواحد متضايق يعني نفسيا من أحوال المسلمين اللي من دول، وفي حملة شرسة جدا، شرسة رهيبة يعني ضارية على النقاب يعني ويعني مفيش حاجة يعني هي بتضايق المسلمين وتهاجم المسلمين غير هو النقاب، يعني هو اللي موجود في هذا الميدان يعني في كل المجلات، وانت عارف طبعا المجلات الصفراء، وعارف طبعا المجلة اللي هي يعني مش عايز اقول اسمها يعني خلاص اللي هي مشهورة جدا يعني بتهاجم المسلمين وبتهاجم كل ما هو مسلم، وطبعا شيوخ كبار جدا بيهاجموا موضوع النقاب واللفظ السائد ان هو عهادة جاهلية، عهادة جاهلية. فانا يعني من هذا المنطلق بحب يعني حضرتك يعني تعلق على هذا الهجوم الشرس اللي هو ضايقنا كلنا يعني. وبالمناسبة ان في اخت زوجها عايز يقنعها انها تقلع يعني تخلع النقاب غصبا، وهي مقتنعة تماما بارتداء النقاب. نعم. يعني ما حكم الموضوع دوت؟ احنا نعمل ايه؟ ما هي تعمل ايه في الموضوع دوت مثلا؟ ان بعض الشيوخ افتى بانها حتى لو وصلت للطلاق لا تنزع النقاب. انا عايز حضرتك يعني تفتينا طيب. يعني جوابا شافيا وبارك الله فيك. فهمت عليك، فهمت. انا يعني عايز اقول ايه؟ عايز اقول حاجة اطمئن بها قلوب المؤمنين، ده لازم يحصل. ليه؟ لأن هذا من سنة الدفع التي توقظ القلب وتقرعه، وقد ذكر الله عز وجل سنة الدفع في موضعين من القرآن كلاهما في باب الجهاد. الموضع الأول في سورة البقرة بعد قصة طالوت وجالوت، قال الله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، أي لولا هذا التدافع لفسدت الأرض وتراخى أهل الحق. والإنسان لما بيرحرح كده والمسألة تبقى نعمة السلام نعمة ممتدة بيحصل نوع من الخور، نوع من الضعف. فبين لنا ربنا عز وجل أن هذا التدافع لا بد أن يبقى لصلاح الأرض، فليقل من شاء ما شاء، لكن هذا التدافع لا بد أن يكون. خلاص، وده اللي بيوقظ. هو الناس استيقظت ليه على كثير من القضايا المهمات بسبب هذا التدافع. والإسلام زي ما أنا بشبهه عامل زي الكرة المطاط،
تضربها في الأرض بعنف تصعد إلى فوق أكثر. فلا تخف يعني المسألة، أنا شايف إن دي كلها مبشرات وحاجة إيجابية جدا مش سلبية يعني. الموضع الثاني في سورة الحج بعد في القتال برضو بعد قول الله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال عز وجل بعد ذلك: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ده شيء طبيعي يحصل نوع من التدافع. أنا شايف إن الحمل خفيف على الأخوات الآن. النهاردة مثلا الأخت المثل كانت منتخبة من 30 سنة كنا نشوف يعني، أنا طبعا المسألة طبعا يعني عصرناها ورأيناها، لما كانت واحدة تمشي منتخبة مثلا البلكونات كلها لو ماشي في الشارع كل البنايات الموجودة على الشارع تمتلئ البلكونات بين الرجال والنساء، يقول لك يا ترى دي ماشية بظهرها ولا ماشية بوشها، دي هو فين راسها من مش عارف ايه الكلام ده وتريقوا عليه. طب الأخت دي لو جاز أن تفرط كان ممكن النقاب بقى كتير كده وسهل وبسيط، وكان ممكن أي أخت يغريها هذا المنظر الفخم الجميل إنها ممكن تغطي وجهها؟ أبدا. يبقى إذن فيه ثبات، لولا أن أناسا ثبتوا ما وصل الدين إلى الخلف. عشان كده أحكام الشرع أمانة، الإنسان لابد أن يثبت ويسجل ويتشرف بأن الله عز وجل جعله رائدا في مكانه. فأنا عايز أقول إن القصة بسيطة يعني، أنا من حوالي شهر رمضان اللي فات لقيت واحد من المستشارين كتب لي، أنا لا أعرفه لكن كتب لي يعني كلمة على عدة ورقات فيها حكم المحكمة بأن النقاب حرية ويجوز للمنتقبة أن تدخل في أي مكان، وأنا عندي هذه الحيثيات وعندي حكم المحكمة بثلاث أربع ورقات كلها أنا قرأتها كلها. الحقيقة كلام جيد جدا وممتاز. فإحنا عايزين نقول لو المسألة مسألة محاكم الكلام ده إحنا معنا حكم والكلام ده، لكن القصة أكبر من هذا. النقاب طبعا أنا عايز أقول النقاب ده مش مجرد حاجة بتوضع على الوش، لا، النقاب هذا قيمة. اللحية دي مش شوية شعر على وجه إنسان، اللحية دي قيمة. بعض الناس يقول لك اللحية أو النقاب دي قشور. طيب أنا طبعا هو يقصد بالقشر حاجة ما لهاش قيمة يعني، لكن أنا هسلم له إنها قشور. أنا عايز أسأل سؤال لكل إنسان على وجه الأرض، أنا عارف جوابه قبل ما أسأل، جوابه كجوابي أنا تماما: هل رأيت لبا يحيى بلا قشر؟ يعني صباع الموز ده ممكن يطلع كده صباع الموز من غير قشر؟ البرتقانة، كوز الذرة، حباية الرز، حباية الشعير، الكلام ده، ها، الشجرة، هذا القشر، ها، ممكن الشجرة تطلع بلا قشر؟ هذا شيء لا يمكن واحد في الدنيا يقول هناك لب بلا قشر أبدا. فأنا عايز أقول ده اللي شوية الشعر اللي بعض الناس مستهين بهم دول هو ده الذي يغلف القلب، الذي يغلف القلب. وأنا عندي مآسي يعني، معلش أنا ممكن أقول حاجة بسيطة كده ومش هحاول أفعص فيها قوي علشان هي رديئة يعني، لكن عايز أقول دي من مما مر بي. شاب صلي معنا في المسجد برضو كان له لحية وبعدين غاب عن وجهي مدة طويلة لا أقدرها لكن مدة طويلة يعني، وبعدين فجأة كده لقيته بعد كام سنة كده برضو لحيته زي حبات الرز كده لسه يدوبك طبعا كده، وبعدين قال لي أنا عايز أكلمك في مشكلتي، وانتحى بي جانبا وقال لي القصة بنت الجيران ومش عارفين والكلام ده هو القصة العقيمة اللي انتوا عارفينها كلكم. في الأول قال ما قدرتش أمشي معاه، مش عايز زي كل ما أمشي كده عيب عليك، أبص في المراية عيب عليك، ما يصحش انت كده هتشوه صورة اللحية ومش عارفين الكلام. قال لم يجرؤ قلبي على أن أفعل ما أريد إلا بعد ما حلق. خلاص بقى واحد من الناس في الزحمة، تايه في الزحمة، ما كل الدنجوانات اللي ماشيين في البتاعة دي والبتاعة كلهم الله المستعان.
فيقول لك هو واحد في الزحمه وخلصنا على كده. لكن واحد ملتحي ماشي مع واحده متبرجه لابسه ستريتش ولا بادي ولا مش عارف ايه الكلام ده، دي مساله مش ممكنه. ممكن تلاقي واحد ملتحي واخد واحده منتقبه مثلا في ايده كده واخد بالك، وطبعا دي مساله برضه نادره يعني دلوقتي، برضه مش عارف ليه بيتبروا من بعض كده بعد ما يتجوزوا. فممكن انا ما فيش حد يشك يعني، واحد واخد واحده منتقبه في ايده ولا هي في ايده او ماشيين على كوبري ولا ماشيين في شارع، اي بني ادم في الدنيا يستحيل يقول لك دول مثلا حبيبه مع بعض والكلام. تمام؟ ليه؟ يقول لك لا ده زي التزام وده زي التزام، اكيد مراته اكيد اخته اكيد خالته وعمته اي حاجه من دي يعني. فانا عايز اقول اللحيه دي وشويه الشعر ده مش مجرد حاجه على الوش يعني الانسان، انما هو ايه؟ غلاف القلب، بيحمي القلب. فكذلك الانسان المنتقبه، انا على يقين ان المنتقبه المتبرجات بيحترموها. بيحترموها ليه؟ السواد اللي لابسها. انت عارف اللون الاسود لون فخم جدا، حتى تلاقي مثلا اصحاب المناصب العليا قوي قوي تلاقي السياره المرسيدس بتاعته سودة، ما تلاقيش السياره بقى بنفسجي وحمراء وبيضاء والكلام ده ابدا، تلاقي سودة. سياره الرؤساء والكلام ده دايما تلاقي سودة، اللون الاسود فخم فخم جدا. يعني في واحد بيقول لي انا لما مراتي تلبس نقاب بحترمها جدا، بحس كده ان انا قدام شخصيه، عارف ان النقاب ده حاجه محترمه، وما من انسانه تتمنى ان تنتخب الا وقد ملئت اعجابا بهذا الزي، مع قطع النظر هل اللي لابساه متحققه بيه ولا لا، لكن على الاقل الصوره الظاهريه على الاقل صوره فخمه. انا عايز اطمئنك واقول لك يعني ان ده شيء طبيعي جدا جدا، وهذه الملاحه والتدافع هذا مما يسعدنا غايه السعاده، لان اول ما بنرحرح كده وننعم بقى بالمش عارف ايه الدنيا كلها بتضيع. فانا عايز برضك ايه انك انت دائما تسترجع مع اخوانك الذين يعانون من هذه المحنه ايضا، تسترجع هاتين الايتين اللتين اسميهما بايتي الدفع او سنه الدفع في القران المجيد. في حاجه تاني؟ طيب يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. من فضلك يا شيخ، بس كنت عايز اسال على الايام اللي فاتت من رمضان في بقيه عمر البني ادم كاي واحده يعني بيبقى عليها ايام تقضيها وما قضيتهاش وفات عليها 5 6 سنين، تعمل فيها ايه؟ اي نعم. طيب ان شاء الله اجيب عن هذا بعد ما اتمم يعني الكلام، نرجع الى هذا السؤال مره اخرى. قلت وانا اتكلم بقى عن شيطان الانس وشيطان الجن، عن ابليس هذا الملعون وعن شيطان الانس. قلنا ان الله عز وجل لم يذكر في القرآن أن الشيطان عدو له، ولكن ذكر أن الإنسي الكافر عدو له. في 3 آيات في القرآن لا رابع لهن، وأنا عايزك بس تركز معايا شوية عشان تفهم سياق الآيات. هذا القرآن معجز، وفي كده تكات معينة في المعاني إذا خدت بالك منها ازددت بها إيمانا. الآية الأولى في سورة الأعراف قال الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. تمام؟ دي الآية الأولى اللي هي في سورة الأعراف. الآية الثانية في سورة المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. الآية الثالثة في سورة فصلت قال الله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الثلاث آيات دول ليس لهم نظير في القرآن، ملونش رابع. 3 آيات دول، الثلاث آيات دول
قسموا لقسمين، قسم يتعلق بالإنسي بالإنسان الإنسي، وقسم يتعلق بالشيطان. الثلاث آيات الشطر الأول بيحضك على المعاملة بالحسن، خذ العفو وأمر بالعرف أي بالمعروف أو ما كان من أخلاق الناس يعني، وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك. يبقى أعرض عن الجاهلين ده بني آدمين خلاص، وإما ينزغنك ده القسم ده خاص بالإيه؟ بالشيطان. وفي سورة المؤمنون برضو القسم الأولاني خاص بمعاملة المتمردين برضو، تمام. في سورة فصلت القسم الأولاني متعلق أيضا بمعاملة الذين يخالفون خصومك. أمرك في الثلاثة المواضع الخاصة بالإنسي إنك تتعامل بالحسن. لما جاء على الشيطان قال لك ده ملوش حل، ما ينفعش يتعامل بالحسن. ليه؟ لأن الشيطان لا يقبل منك فدية. ممكن البني آدم الإنسي لو فتوة مثلا في حي وأنا خايف منه ممكن أديله قرشي وأبعده عنه، ممكن أعمل له خدمة وهيرضى ويسكت، ممكن أتبسم في وجهه، ممكن أكف أذاي عنه، في الآخر هوصل معاه الحل. الشيطان ملوش حل، حله الوحيد يدخلك النار. عشان كده ما قالكش بالحسنى مع الشيطان، لأن ما يجيش. الشيطان ملوش غير حاجة واحدة فقط، أن تستعيد بالله منه. طب سورة الأعراف قال إنه سميع عليم، في سورة فصلت سورة الأعراف قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، في سورة فصلت قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الفرق بينها وبين آية الأعراف إيه؟ هو ضمير الرفع المنفصل، تمام؟ والسميع محلى بالألف واللام معرفة يعني، وسميع في آية الأعراف نكرة، العليم محلى بالألف واللام. قال لك عشان تفهم القرآن لازم تنظر إلى السياق. الكلام أي كلام في الدنيا سياق ها وسباق ولحاق، يعني في جملة قبلها كلام اسمه السباق عشان سبق السياق خلاص، وبعديه كلام اسمه اللحاق أي أنه لحق بالإيه؟ بالسياق. لا يجوز أن ينزع السياق من سباقه ولحاقه وإلا ضاع المعنى. يعني مثلا ينفع واحد كده تذكر الصلاة فيقوم يقول قال الله عز وجل ويل للمصلين ويقف كده زي ما عمل أبو نواس ها، لما بيقول ما قال ربك ويل للأولى سكروا وإنما قال ويل للمصلين، الكلام ده ينفع؟ ده واحد خاد السياق. عشان كده العلماء لهم قاعدة تانية، ديننا ده دين محترم وديننا ده دين نظيف وديننا دين محكم، بس الإشكال الجاهلة بقى اللي داخلين في الإيه في القصة مش فاهمين حاجة خالص. العلماء لهم قاعدة تانية بتقول السياق من المقيدات. معلش أنا هشرح دي لأن احنا هنستفيد منها في فهم الكلام كامل اللي أنا ما زلت فيه، يعني أنا بطلع بره برضو وأعمل حواشي لكن برجع تاني. القصد من هذا الخروج ان انا افهمك يعني. يعني ايه سياق من المقيدات؟ يعني واحد مثلا انت قريت كلمة الله يهديك، تمام؟ الله يهديك دي وحشة ولا حلوة؟ يعني 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 بيشتمه يعني ولا بيدعيله؟ طبعا بيدعيله اكيد. طيب لما يكون واحد عمل حاجة وحشة قوي وانت بتشوف يقول له الله يهديك ايه اللي عملته ده،
طب الله يهديك دي يعني طالعة كده الله يهديك. هو مش عايز يشتمه يعني، مش عايز يسيبه يعني، مش قال له خرب بيتك مثلا ولا يحصل اي حاجه ولا بتاع. طب الله يهديك دي طلعت برضو هي نفسها الدعاء، غير واحد مثلا بيقول واحد هداك الله ورعاك الله وقواك الله، دي غير دي. ايه اللي خلاني اقول الله يهديك دي شتمه مثلا يعني، او خرجت يعني المخرج، مش عايز اقول شتمه، خرجت يعني مش مخرج الدعاء الخالص يعني، وخلى دي خرج السياق الموقف نفسه هو اللي كده. نظيره من كتاب الله عز وجل. يعني احنا مثلا لما نيجي على مثلا نقول ايه عزيز، صفة مدح ولا صفة ذم؟ صفة مدح. طيب كريم صفة مدح ام ذم؟ صفة مدح. يعني عزيز كريم كلاهما من صفة المدح. طب لما تقرأ قوله عز وجل ذوق انك انت العزيز الكريم، ده مدح ولا ذم؟ طبعا ده ذم، ده مدخله النار. إنما قال له ألم تكو تدعي أنك كنت عزيزا كريما، كنت عزيزا بجاهك ومالك وسلطانك، كنت كريما ما فيش حد بينزل لك كلمة وترمش الرمشة الكل يقع في الأرض والكلام ده، ألم تكو كذلك؟ ها؟ طب هل أنت اليوم عزيز وكريم بعد ما دخلت النار؟ طب أنت لما تقرأ ذق إنك أنت العزيز الكريم، ما فيش حد في الدنيا يقول ده مدح، مع إن كلمة عزيز وكريم احنا قلنا قبل كده عزيز صفة مدح وكريم صفة مدح ايضا. ايه اللي خلاها دي مش مدح؟ السياق. ها؟ زي الابتسام مثلا. الابتسام. الابتسام ممكن يكون عن محبة. وممكن يكون عن غضب. تمام؟ والاثنين وردوا في حديث كعب بن مالك الطويل في غزوة تبوك وهو في الصحيحين. كعب بن مالك رضي الله عنه كان تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مع مجموعة من المؤمنين هلال بن مالك وخيف ومرار بن الربيع وجماعة من المنافقين برضو لما تخلفوا عن غزوة تبوك. ولما النبي صلى الله عليه وسلم أظل قادما من تبوك جم بقى المسجد له، بعد ما دخل المسجد المنافقون قعدوا يعتذرون والكلام ده قبل منهم وكل سرائرهم إلى الله، لحد ما جاء كعب بن مالك وكلوش عذر. قال فلما دخلت المسجد ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب وقال لي ما خلفك، إلى آخر الحديث. الذي يعنيني تبسم تبسم المغضب، مع أن أصل الابتسام إنما يكون عن انشراح، لكن ممكن يبقى فيه ابتسام غضب ها، وفيه ابتسام رضا. في حديث كعب بن مالك قال لما نزلت توبته من الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما راحت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. قال فلما دخلت المسجد ورآني النبي صلى الله عليه وسلم سر، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. ليه؟ لأن الابتسام عن الرضا بيخلي العين لها لمعان، بيخلي العين تلمع لمعان الرضا والوش ينطق، بخلاف تبسم المغضب اللي احنا بنسميها الابتسام الصفرة، حسود أو مغضب أو الكلام ده، تلاقي عينيه مظلمة كده ووشه أصفر والكلام ده، ما ليس عليه بهاء من يبتسم من قلب. تمام؟ يبقى أنا عندي التبسم، ممكن يبقى تبسم مغضب، ممكن يبقى تبسم رضا، إيه اللي يعرفني ده ولا ده؟ السياق. ها؟ عشان كده ربنا عز وجل لما ذكر قصة بقى سليمان لما سمع النملة لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، قال فتبسم ضاحكا. انت عارف كلمة ضاحكا دي لو ما جاتش كنا ممكن نفهم ان سليمان تبسم غاضبا على مالك، حشر له جنوده من الإنس والجن والطرف وهم يوزعون، تيجي نملة قد كده تقول كلمتين دول فهذه بقى ممكن يغضب عليها. ها؟ فلما يقول فتبسم لوحدها بس كده ممكن نأولها نقول ربما كذا ربما كذا. ها؟ لكن ضاحكا دي دلنا على أن التبسم تبسم شكر ورضا. أشكلم كلمة ضاحكا دي جات عشان كده، يبقى دي قطعة التأويل. ها؟ فنرجع تاني نقول السياق من المقيدات، إذا ورد سياق كلام له سياق معين يبقى ممكن يقيد سياق الكلام
بما ورد فيه. يبقى أنا عندي بقى نرجع لكلامنا بقى، الكلام سياق أهو، سباق لحاق. طيب تعالوا في الآيتين بقى بتاعت سورة الأعراف وفصلت، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما أنزغنك من الشيطان ينزغ. خلي بالك بس من الطرف الأول من الآية في سورة فصلت، ولا تستوي الحسنة ولا سيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يبقى أنا عندي الآية الأولى فيها إعراض عن جاهل، الآية الثانية فيها إحسان لمسيء. طب الإعراض عن الجاهل سهل، خلاص أنت في حالك وأنا في حالي، خلاص لا هابل ولا كلم ولا بتاع. لكن الإحسان إلى المسيء مشكلة، كل ما تيجي تحسن الشيطان يقول لك مش فاكر عمل فيك ايه، بهدلك قدام الناس وضيع كرامتك وجاب مناخيرك الارض، ده تحسن له ده لئيم، اوعى تدي له حاجه. ها فيبقى الشيطان على النفس. طب النفس الاماره بالسوء دي موجوده جوه البني ادم، يبقى اجتمع شيطانان ومش بعيد يجي شيطان انسي كمان، ها يقويه يقول له انت بعد البهدله اللي حصلت والله انا لو منك لاضربه بالنار. ها المسألة دي ما مسألة وردة. يبقى اجتمع عليه في باب الإحسان إلى المسيء ثلاث شياطين أو الأعداء كلهم اللي هم مستنينه في السك. عشان كده ربنا قال له إيه؟ لا أحسن إنه هو، ضمير الرفع المنفصل الذي لا محل له من الإعراب يأتي لتأكيد الكلام، السميع العليم. يبقى كأن الأول الإعراض عن الجاهلين مسألة خفيفة يعني ممكن أنا أعملها خلاص أبقى في حالي وخلصت على كده، إنما الإحسان إلى المسيء دي مسألة صعبة، صعبة جدا. عشان كده في باب في سورة فصلت قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن. بدي تفكرك بقول الله عز وجل إيه، وراودته التي هو في بيته، التي ها الست بقى التي اللي كلامها بيمشي اللي ما فيش حد يذكر، التي بقى ها انت الذي كل الذي لو كنت تفعل ما تقول، ها الشعر بيقول كده انت الذي كل الذي، يعني انت الخلاصه، يعني طالما انك انت يعني هتعمل اللي بتقول عليه يبقى انت الولد الخلاصه تمام. فيبقى ايه، ادفع بالتي هي أحسن، عشان في ملاحاة وخصومة. قال لك زود حلمك، طول بالك شوية، ها ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه، ها ما قالش فهو ولي حميم، إنما قال كأنه، يعني شكله شكل الولي الحميم وإن كان قلبه لسه ما صفاش، مش كده ها مش لم يصفه بعد، لكن شكله شكل الإنسان الودود الحبيب. وفي ناس كده تلاقي قلبه فيه يعني مشاكل ولكن أداؤه جيد، ها زي ما الشوكاني كده بيقول في مقدمة نيل الأوتار لما مشايخه قالوا له اشرح يعني منتقى الأخبار بتاع أبي البركات، قال كلمة برضو إيه، قال وقد يبلغ الطالع شأوى الضليع، قد يبلغ الطالع شأوى الضليع، ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع. يعني أنا مثلا في واحد متعاقل مش عاقل يعني لكن عامل نفسه عاقل، أنا لما أجي أعد عقلاء البلد هدخله في وسطهم. طيب إيه اللي خلاني أدخله في وسطهم؟ شبه شكله. فربنا سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه لسه لم يصف بعد ولي حميم، وما يلقاها ما يعرفش يعمل القصة دي إلا الذين صبروا. لازم يصبر على حز الغلاصم، تجي له المشكلة السيئة يدفعها بالحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه أبو هريرة وهو في صحيح مسلم،
قال أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني أحسن إليهم ويسيئون إلي. يعني إيه؟ يعني ضد، أفهم لبعض، ده ماشي كده وده ماشي كده، لا يلتقيان. ها؟ أحلم عنهم يجهلون علي، أعطيهم يمنعونني. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال: إن كنت كذلك، لو أنت يعني كما تقول يعني ولست مدعيا، كنت كذلك فإنما تسفهم المل، المل اللي هو الرماد الحار، تأكلهم تراب يعني، خيبة والخسران يعني، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يبقى معك ملك يسددك، أنت لا تراه، لكن سبحان الله يا أخي، يجعل الله عز وجل لك في قلوب خصومك احتراما. خصمك صحيح بس بيحترمك، الناس كلها تبص، واحد بيشتم واحد ساكت، تلاقي ده اللي بيشتم ده ما عندوش بركة، منين ما يودي وشه ها لا يأتي بخير، لازم يجي بكارثة، ما بيصعبش على حد، وهو يقعد يكلم نفسه: أنا وقعت في المشكلة الفلانية ولا حد سأل فيه، والمشكلة العلانية ولا حد سأل فيه، وأفلست ولم يقرضوني وسابوني وقعت، إيه اللي أنا عملته؟ ليه أنا عملت كده؟ طب ليه بيحبوا الراجل ده؟ ليه بيحترموا لهذا البني آدم، راجل أو ست يعني؟ ها؟ ده بقى بركة الظهير، بركة الظهير اللي هو يساند هذا الإنسان الصابر المحتسب، فلا يصل إليها إلا أهل الصبر، صبر واحتساب، وما يلقاها أي لا يصل إلى هذه المكانة إن عدوه يبقى كأنه ولي حميم، أمال حبيبه يبقى إيه؟ ها؟ كما قال تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، لما بيغضب بيغفر، أمال لما بيرضى بيعمل إيه؟ ها؟ يبقى لا يصل إلى المسألة دي إلا صابر محتسب يتجرع المر، والذي أوقفه هو الأجر واحتساب ذلك لله، وأن الله يرضى عن ذلك ويحبه. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لا يصل هذه المرتبة إلا رجل محظوظ، لأن الله عز وجل يحبه ويدنيه، لأنه وقف على ما أمر الله عز وجل فأتمر وتجنب نواهيه فانتهى. يبقى أنا بقى لما أشوف الآيات دي كلها ألاقي ربنا سبحانه وتعالى ذكر شيطان الإنس وشيطان الجن، قال لك شيطان الإنس حاول معاه، ها؟ ارضيه، ممكن تدفع الشر بتاعه، ها؟ دفع الضرورات، دفع المصائب، وهذا كله مشروع، ها؟ ليه؟ لأن عدو الإنس يصانع، يصانع ممكن تصل معاه النتيجة، أما عدو الجن فلا يصانع ولا يرضى إلا بشيء واحد ذكرته لك قبل ذلك، وهو أن يدخلك النار، فده ملوش حل إلا أن تستعيذ بربه الذي خلقه أن يصرفه عنك. ونتلقى بعض الصلاة. نعم تفضل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، بارك الله فيكم. بعد إذن حضرتك أنا ليه عند حضرتك بس سؤالين. نعم. السؤال الأول، أنا يعني أختي هي متزوجة بقالها 4 سنين، ربنا ما رزقهاش بالإنجاب، فبفضل الله ما عندهاش أي مرض عضوي، ولكن غريزة الأمومة عندها بتخليها تنهار يعني منهارة جدا بالسبب دوت، ولجأت إن هي دلوقتي إن شاء الله مقبلة على عملية التلقيح الصناعي. عايز أعرف من حضرتك رأي الشرع إيه، وكلمة لحضرتك تصبرها بيها. السؤال الثاني، مسألة تحديد النوايا، هل أنا وأنا قاعدة قدام حضرتك أسمع درس العلم، هل لازم أن أنا أحدد نوايا أن أنا دلوقتي أحتسب الأجر عند الله، وأن الملائكة بتستغفر لي، وأن تحفني الملائكة، وجميع النوايا في جميع الأعمال، يعني هل يعني لازم أن أنا أحدد النوايا كلها قبل ما أقدم على العمل، أو أحتسب أقول احتسبت الأجر بس عند الله؟
وجزاكم الله خيرا، ربنا يعز حضرتك ويرفعك في العلم، وادعي لنا بالذريه الصالحه باذن الله والزوج الصالح. بارك الله فيك. مساله الولاد هذه رزق من الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الارض يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. احتمال ياتي الولد فيكون سببا لدخول المرء النار. ازاي؟ ممكن يحبه غايه الحب فيحمله ذلك على ان يدخل في مساخط ربه بسبب محبته للولد. ممكن يمنع الزكاه عشان الولد يبقى عنده فلوس. ممكن لو في جهاد يفر من ساحات الجهاد حتى لا يتم الولد، يبقى عاشق للولد. مرض في بعض الاباء والامهات، حبهم لاولاده حب مرضي ليس حبا صحيحا. فالاولاد رزق من الله سبحانه وتعالى. انا بحكم انني في وسط الناس منذ سنوات طوال، بعض الاباء بيتمنى ان لم يكن رزق بولد سبب عقوق الاولاد. ولد طالب من ابوه موبايل محمول، فابوه قال له: يا ابني انا منين اجيب منين؟ انا راجل موظف وفقير وعندك اربع خمس اخوات في الجامعه والكلام ده، اجيب منين؟ ده انا بشتغل ورديتين، بشتغل من الصبح لحد الساعه 2 واجي يا دوبك كده اغير هدوم واطلع لحد الساعه 12 بالليل، بيرجع اخر النهار ظهره بينشر ركبه بتنشر، يعني عايز حد اجيب لك منين يا ابني؟ قال له: مال خلفتونا ليه؟ لما انت مش قد الخلفه بتخلفني ليه؟ والولد شارد مش عايز يعيش في الحلال بسبب ضغط المجتمع وتغيير البنية الاجتماعية كلها، خلاص أصبح فيه بقى ناس مستهلكين. أنا يعني كان قرأت بس من يومين ثلاثة إن عدد المشركين في المحمول 17 مليون إنسان. 17 مليون إنسان، يعني المكالمات الأموال التي ينفقها الناس أكثر من 16 مليار. 16 مليار، ده الكلام اللي انا قراته، 16 مليار بيتكلموا، ده غير شبكه المحمول الثالثه، ده غير التليفونات الارضيه، يعني ممكن نكون داخلين على 20 25 مليار في الهواء. 25 مليار دول لو موجودين كاموال سائله على الارض كانت شغلت كل هؤلاء العاطلين. فالولد لما يجي يقول له يحرق دمه وما يقدروش، وجاي الاب عايز حد يسمعه كلمه حلو يقول له: ربنا يخليك لنا، ربنا يبارك فيك، والله تعبينك، فضلا عن انه يشتغل ويساعد ابوه ولا الكلام ده. في اباء بيدعوا على عيالهم ان هم يموتوا. مثال تاني، الابن الوحيد لاب، وده موجود في بعض البلاد اللي انا زرتها، يعني ابوه راجل شغال يعني مهندس بترول، وعنده بقى يعني كبرت معاه قوي لحد ما بقى راجل من رجال البترول الكبار قوي، يعني عنده تقريبا الماليه بتاعته اللي قدر يلمها في خلال السنوات دي في حدود مثلا 300 مليون دولار. الولد ده ابنه الوحيد، ها لما الاب هيموت ده هيورثه. الولد استعجل على المساله، خلاص، مع انه مش محروم، هينزح من البير ما فيش حد بيقول له انت رايح فين، ابنه الوحيد اهو، الولد استعجل، تمام. فقام رافع على ابوه مع اتفاق مع بعض المحامين والمستشارين والمش عارف ايه، ولفقوا القضيه وادى لكل واحد 10 مليون ولا بتاع الفكه اللي في جيبه، وعملوا قضيه، رفعوا قضيه حجر على الوالد. الوالد ده كان تجاوز السبعين، تجاوز السبعين. المهم قدر في الاخر يستصدر حكما بالحجر على الوالد لانه سفيه ومخه مفوت والكلام ده. طب الراجل ده هيصرف منين؟ اللي قدر يعمله بتاع 11 مليون كده كانوا في جيب المحفظة، المهم هربهم كده وحطوهم فين؟ حطوهم باسم عمه عشان الواد يقعد يدور على أي حاجة للأب ما يلاقيش. 11 مليون يعني ما يقضي بيهم بقية حياته يعني، ها؟ بدل ما يشحت ولا حاجة زي كده. الواد عرف بقى إن في 11 مليون عند عمه، رفع المسدس على عمه قال له الفلوس، قال له ال 11 مليون قبل ال 300 مليون. انت عارف زي ما واحد يقول لك
جنيه وشيلين، يقول لك الشيلين قبل الجنيه. ها الولد ده يطلع يبقى ده ينفع يبقى ابن؟ لا والله، ده الرجل ده ما كانش يخلف احسن. ده يعني لو كان يعني طلع على الغيب ولا حاجه يقول لك لا، ده انا كده افضل فرضان الواحد كده ما يجيش الولد يعمل فيه على كده على اخر الزمن. فانا عايز اقول انتوا ليه الانسان ما لا يسلم امره الى الله؟ لماذا لا يرضى المرء بما قسمه الله عز وجل له؟ ده ايوب عليه السلام، وانتم تعلمون بلاء ايوب عليه السلام لما دعا ربه كما قال عز وجل: وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر، لم يقل فاشفني، انما قال وانت ارحم الراحمين. اذا كانت الرحمه في استمرار البلاء فزد، اذا كانت الرحمه ان ترفع عني البلاء فارفع عني البلاء، فجعل ذلك الى ربه. ها في عندنا سؤال بالعافيه، لكن هذا نبي ومسلم ومتوكل التوكل الكامل. ها فانا عشان كده عايز اقول النبي عليه الصلاه والسلام قال: ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. انا عايز اقول لو سالت اي انسان صاحب عله وما جالوش الفلوس الا بعد ما كبر، هل ممكن تفتدي نفسك من هذه العله بهذا المال؟ لا يتردد، يقول لك انا يبقى عندي صحه وعافيه وانام على الرصيف. ليه؟ لان العافيه اغلى حاجه في الدنيا. انت ما تشعر بشيء من متع الدنيا الا اذا كنت ذا عافيه. وسل من ابتلاهم الله عز وجل بالمرض، صلى الله عليه وسلم يعافي الجميع وان ياجر كل مبتلى. فده نوع من القسم، نوع من القسم. ممكن الولد يطلع عنده عاهه تطوف به في جنبات الارض وتتعذبي العذابه، عافاك الله عز وجل من كل ذلك. وممكن يكون قلبك الله عز وجل حفظه لك بعدم وجود الولد عشان تتفرغي له، لكن الإشكال أنت مش عارفة السك، نفسك في حاجة معينة عايزاها وخلاص، أنت ما تعلمين أهو خير لك أم شر. خلاصة الجواب في قوله صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه بلاء قال: قدر الله وما شاء فعل. عشان كده إحنا برضو بنقول للأخت اصبري واحتسبي. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن كل دعاء يدعوه الإنسان لابد له من ثلاث خلال: طالما دعوت ليس بإثم ولا بقطيعة رحم يبقى لك ثلاث حاجات، واحدة من ثلاث: إما أن يعطيك الله عز وجل مناك وما سألته، وإما أن يدفع عنك من السوء مثله، وإما أن يدخره لك إذا لقيته يوم القيامة. ده بقى تلبية لقول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. في واحد يقول أنا دعيته بس ما جابليش، أهو ده المستعجل بقى اللي مش هيجيله بقى، اللي يعتبر متعدي في الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال: وكيف يعجل أحدنا يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي. قال: هو أنت عايز لما تدعو دعاء ينزل لك اللي أنت عايزه؟ قد يكون هذا فيه فسادك، فالله عز وجل رحمة بك زواه عنك وأبدلك مثله، إما دفعا بشر وإما مثله في الآخرة. فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. السؤال الثاني اللي هو مسألة تعدد النيات. طبعا في العبادة المحضة تعدد النيات الذي أعتقده أن كل عبادة محضة يتقرب المرء بها إلى الله لابد لها من نية مفردة. أنا دلوقتي داخل عشان أصلي ركعتين تحية المسجد مثلا، هل أخليها تحية المسجد وركعتين شكر وركعتين وضوء؟ أنا هذا شيء طلبته في الآثار في الأحاديث فلم أجده، وطلبته في الآثار
عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجده. الذين تكلموا من أهل العلم وأدخلوا نيات كثيرة في عبادة واحدة إنما استدلوا ببعض العمومات الواردة، والعبادة المحضة إنما يتقرب بها إلى الله عز وجل على انفرادها. وأنا أقول أنا لم أجد، وحبذا لو بعض يعني إخواننا ممن يشاهدونني أو يسمعونني إذا كان عندهم بعض الآثار فإني يعني أشكرهم إذا أتحفوني بها. لكن لو في شيء مباح وفي شيء عبادي يجوز الجمع بينهما بشرط أن تتقدم العبادة. كمثلا رجل ذهب إلى الجهاد يريد الغنيمة، يبقى رايح الأصل أن تكون كلمة الله هي العليا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوى عقالا، من غزا فنوى عقالا فله ما نوى. رايح علشان الغنيمة بس، مش هاخد غيرها، إنما يذهب ابتداء لتكون كلمة الله هي العليا، ومن ثم سيحرز الغنيمة. لكن لا مانع إن أنا أعقد النية على الجهاد وفي نفس الوقت يكون عندي إيه؟ طمع في الغنيمة. كذلك الذي يذهب إلى الحج مثلا ويريد أن يتاجر، عايز يجيب بضاعة والكلام ده وبيعها عشان يعوض الحجة بتاعته أو يجيب الفلوس التي أنفقها، لا بأس يكون عنده الحج، لا سيما حجة الإسلام. حجة الإسلام، لأنه إذا جاء بعد كده في الحج التطوع فأقدم بقى التجارة على الحج ومن ثم فيحج والكلام ده، هذا لا يؤثر فيه غير حجة الإسلام. حجة الإسلام مختلفة. يبقى لا بأس أن يحج وأن ينوي مع الحج إن هو يتاجر. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: ليس عليكم وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن عباس: هي التجارة في زمان الحج. فيبقى أنا عندي بقى إيه؟ وبعض العلماء طبعا يتكلموا في مسألة إذا كان في واجب ومستحب. بعض العلماء قال لا، الواجب يفصل عن المستحب، وكثير منهم قال ممكن المستحب يدخل في الواجب، زي غسل الجمعة مثلا. غسل الجمعة من العلماء من يقول أنه واجب، ومن العلماء من يقول إنه مستحب. طيب إذا صادف غسل جمعة مع غسل جنابة، طبعا الغسل من الجنابات واجب. طيب غسل الجمعة عند من يقول باستحبابه يقول يجوز أن يحدث غسلا واحدا للجنابة والجمعة. ليه؟ لأن الأضعف يدخل في الأقوى. أما الذي يقول لا، الذي يقول هذا واجب وهذا واجب، يقول لا يغني واجب عن واجب. فإذا كان يعتقد أن غسل الجمعة واجب فحينئذ يقول لا، لابد أن يحدث غسلا للجنابة ثم يحدث غسلا للجمعة. المسألة طبعا فيها تفصيل، لكن كل امرئ ما نوى. إذا أنا جلست بقصد أن يعني أنتفع بكلام أهل العلم ولأجل أن أقوي قلبي، وهذه الأشياء كلها دي كلها عبارة عن أشياء ممكن تدخل في بعضها، يعني ممكن يبقى أنا قصد أن أتعلم بقصد أن أقوي قلبي، لأنها كلها تصب في مصب واحد في نهاية المطاف. نعم. في اتصالات؟ طيب نرجع بقى إلى ما كنا فيه. عندنا بقى الخصوم. احنا قلنا الطريق صفته، طريق إلى الله صفته، ذكرنا بعض صفات هذا الطريق. عقباته، قلنا بعض عقبات الطريق دي، ولنا طبعا معها إن شاء الله شيء من البسط. يبقى المحور الثالث. المحور الثالث هو زمن الطريق. الطريق ده طوله إيه؟ هذا الطريق طوله مدة حياتك. تعيش 60 سنة يبقى الطريق ينتهي مع موتك، مع موتك خلاص. 70 سنة، 100 سنة، المهم طول الطريق هو بقدر حياتك. لكن أنا عايز أعمل معك حسبة ربما يفاجأ بها كثير من الناس. الحسبة دي: أنت آخر عمرك 60 سنة، يبقى الطريق بتاعك هينتهي. طب أنت عن كم سنة تحاسب؟ عن كم سنة تحاسب؟ قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: عن النائم، عن الصغير حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق.
رفع القلم أي قلم التكليف، لا تحسب عليك سيئة، خلاص. وإذا يعني كان كمطلوب منك أمر من الأوامر حيسقط عنك، لن تؤثم ولن تجرم ما دمت متلبسا بواحدة من هؤلاء الثلاثة. طيب أنت لما تولد تفضل تتدرج في مراحل العمر لحد ما تصل إلى مرحلة البلوغ. من أول ما تولدت لحد مرحلة البلوغ مش مكتوب عليك حاجة، لست مكلفا بشيء، تمام. البلوغ طبعا في الرجل حده الشرعي الإنبات، الشعر الذي يظهر في العانة فوق الشعر العانة، ده علامة البلوغ، والحيض في المرأة أو الإنبات، تمام. نقول مثلا أني 12 سنة أو 13 سنة، وساعات ناس ممكن تمتد بين المسألة 15 سنة، نقول 12 سنة. يعني 12 سنة لو رجل سيموت على رأس 60 عاما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. نسبة الوفيات أكثر من 60 لـ70، وقليل اللي بيوصل لـ70، وأقل اللي بيوصل لـ80، وأقل اللي بيوصل لـ100 والكلام ده. فحناخد يعني شريحة الواحد هيموت سنه 60 سنة، يبقى عندك 12 سنة من 60 وأعين، فيش حساب عليه، تمام. ده الصغير حتى يحتلم، النائم حتى يستيقظ. انت لو بتنام مثلا 8 ساعات في اليوم، 60 سنة يديك 20 سنة، يبقى أنا عندي 20 سنة، 12 سنة 32 سنة. كم بقي من عمر رجل يموت على رأس 60 عاما؟ بقي 27 سنة، تمام. تأبيدة، يعني الواحد مثلا لو خد له تأبيدة 25 سنة في السجن ولا حاجة، بيطلع، ممكن يطلع بنص المدة، ممكن يكملها كلها تأبيدة، بس بيطلع. يبقى 27 سنة ده العمر الفعلي الذي تؤاخذ به بين يدي ربك. ممكن يقل، كأن واحد يمرض ويفضل طريح الفراش مثلا 6 سنوات 7 سنوات 10 سنوات مثلا، ثم تقل درجة المحاسبة طالما أنه مثلا ذاكر وشاكر وبتاع والكلام ده. يبقى عمرك الفعلي الحقيقي الذي تسأل بين يدي ربك عنه 27 سنة. طيب احنا قلنا في مقدمة الكلام ان من الحقائق المسلمة انك تموت، وهذا لم تراء فيه، انك ميت وانهم ميتون، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد تميل. وانا عايز اقف وقفة يسيرة جدا مع هذه الآية طالما جاء ذكرها، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد يعني ايه؟ يعني تميل، هربان. كل ما تيجي سيرة الموت بقك ايه في البق، تف من بقك، ربنا يطول عمرك. هيطوله لحد فين يعني؟ ما في الاخر له اجل. احنا ليه هربانين من ذكر الموت؟ قلما نعمر بيوتنا بذكر الموت، مع ان ذكر الموت ده مسألة في غاية الأهمية، عشان تقلص من أطماعك وتقلص من خصوماتك. أنا سمعت وزير العدل رمضان قبل اللي فات بيقول إن المحاكم فيها 11 مليون قضية، وأنا بقول إن أكتر من 30 مليون قضية ما راحتش المحاكم، علشان الناس بتوع منتظرين يوم القيامة، منه لله، يقول له منك لله، أنا حسيبك، لن أشكوك لأحد، نتقابل والله الموعد. لولا الإيمان باليوم الآخر الذي مقدمته الموت لما استطاع إنسان أنه يحصل القضايا اللي داخل المحاكم. في قضايا كثيرة سقطت بسبب هذا. فالإيمان باليوم الآخر لابد أن نرسخه عند الجماهير، لأن حنحنا نستريح في الدنيا لو آمن الناس أنهم سيلقون ربهم. النهاردة إحنا الموت هربانين ليه منه؟ حتى لو مثلا تيجي تقول لمراتك بصي أنا يعني عايز أوصي وصية قبل ما أموت، أم تموت؟ قال هو مش هيموت ولا إيه؟ لا، ربنا طول عمرك، ما تقولش الكلام ده، يومي قبل يومك والكلام ده.
كلام العك اللي بيحصل ده. ده أم سلمة كما في صحيح مسلم دعت للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيها بطول العمر، أم حبيبة، أم حبيبة نعم، دعت لزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبيها أبي سفيان بطول العمر. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ قال سألت الله لآجال مضروبة. هتقول له ربنا طول عمرك، مش هيعدي العمر اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه له أبدا. يبقى أول ما نيجي نقول إذا أنا مت سيب الرجل يكمل، إذا الست قالت إذا أنا مت ما مش عايزين نمثل على بعض يومي قبل يومك والكلام ده، يوم إيه وبتاع إيه، كله جاي كله مروح وكل يوم كل بني آدم جاي. أو استغرب بقى الست اللي عمال تقول ما كانش يومك، ده هو ده يومه، ما كانش يومه إزاي، هو ده يومه، اليوم اللي ربنا عز وجل كتبه عليه، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. فإدي فرصة، أنا والله عايز أوصل كذا وكذا وكذا، وعندي مال في الحتة الفلانية، وعندي مال في الحتة مش عارفين الكلام ده. قل أن يعرف النساء شيئا عن أخبار أزواجهن، فلما يموت فجأة العيلة ورابط لوس، يعني مش عارفين يعملوا إيه، لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. لا، يبقى ندي فرصة. عشان كده ربنا قال له إيه، قال له تحيد، طول عمرك هربان من الموت، كل ما حد يفكرك بيه مش عايز السيرة تتفتح، مراتك تقول لك، انت تقول لمراتك مش عايز السيرة تتفتح، او جالك اهو. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. خلاص، يبقى الانسان بقى لما يكون 27 سنة وعارفين الموت جاي، طب ما نبص بقى في القرآن والسنة نشوف نصوص صحيحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن المجيد وما اتفقت عليه كلمة أهل التفسير، أو ذهب أغلب أهل التفسير إليه وأيده الدليل الراجح. وطبعا أنت مش عارف توصل للمسألة دي لوحدك إلا إذا كنت من أهل التخصص، يبقى على طول عليك بواحد من أهل التخصص اربط حياتك بيه، وهو ده نجاتك. الطريق إلى الله مليان عقبات، الشيطان عايز منك أي حاجة، أنت مجد في ماشي 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 كده سريع في الطريق، يقول لك ده هيوصل بدري، أنا مش عارف أضل، وعمال ألفت نظره عشان إيه، ما هو الحديث ولا تتعوجوا، أول ما واحد ينادي عليك أول ما تتلفت يمين اتعطلت. الدقيقة اللي أنت وقفتها دي أنت محتاجها حتى تصل إلى المنزل في موعدك، أنت اتعطلت. هو لا عارف يخليك تكفر، ولا عارف يخليك تبتدع، ولا عارف يخليك ترتكب كبيرة ولا صغيرة، ولا مباح ولا فضول المباح، ما دي طرق للشيطان إن شاء الله سنذكرها فيما بعد. فيقوم يعمل ايه، يعطلك باي حاجه، يكعبلك. طالما انت مش كعبلك على ما تقوم كده وتمسح وشك وبتاع والكلام ده وتبص اتجرحت ولا لا، اهو تعطلك خمس دقائق. حلو، الشيطان يريد ان ينال منك اي شيء. فاذا كان ده للانسان البصير يعني اللي هو عارف سكته كويس، امال الضايع بقى اللي مش عارف اي حاجه، ماشي لا عارف يمين ولا عارف شمال، اروح فين يا جماعه؟ يعني معلش مع الفارق طبعا في التشبيه، بيفكرني بالجماعه اللي بروح الحج. عارف الفروق التذاكر بالمليم، يقول لك الشركة دي السعر التذكرة كذا، والفنادق كذا، ومش عارف ايه كذا، والاتوبيسات كذا، والبتاع ده، يعرف كل حاجة بس مش عارف هو رايح ليه. يروح الحج يقول له والله اعمل حج، انت يسألونا مثلا ويسأل حد ملتاح ولا بتاع، يقول لك ده كل ملتاح عالم ولا حاجة، يقول له احنا هنروح فين دلوقتي، هنروح فين، هنقول له هنروح مثلا رايحين عرف في يوم 9 مثلا، يقول لي طب بعد عرف هنروح فين، وانت جاي بتعمل ايه، عارف كل حاجة وعرفت الفرق بين الطيارة والباخرة وعرفت مش عارفين كده، وما سألش حتى، ما قالش حد عالم يقول لي انا هروح اعمل ايه. مش دي من الغفلة؟ في بني ادمين بقى في الطرق الى الله عز وجل عاملين زي دول، يقول لك هنمشي منين، يقول لك امشي لهون، يمشي 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 يمشي، ان لم ينتبه يلاقي النار في الاخر. طب دي حياة ايه دي؟ يبقى انت في الحالة اللي زي دي اما ان تكون عالما او ان تكون بصحبة عالم، لازم، ما عملتش كده لا اخشى عليك التلف. والعالم ده ضرورة. الامام احمد لما سئل عن حاجة الناس الى العلم والطعام والشراب، قال حاجة الناس الى العلم اشد من حاجتهم الى الطعام والشراب. العبد ممكن يستغني عن الطعام والشراب عدة ايام. شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه حدثني أنه أصابته علة فظل 40 يوما لا يطعم، ما كانش يشرب غير المية فقط،
وكتبها الشيخ الألباني رحمة الله عليه في بعض كتبه، هو والصادق الأمين الثبت إذا حدث 40 يوم لا يأكل شيئا قط. ممكن الواحد يعيش 10-15 يوم وبتلاقي الجماعة اللي بره بالنساء يضرب عن الطعام ومش عارفين، ممكن يغيب بين 10-15 يوم جسمه يذبل وياخد بقى الكل المتخزن تحت الجلد والبتاع والكلام ده لحد ما يموت، وقلبه لا يجد ايه قوة ولا يجد وقودا عشان يشتغل، يقف بإذن ربه. ممكن استغنى عن طعام الشراب، لكنك لا تستغني عن الله طرفة عين. طرفة عين من الغفلة ترديك. أنت محتاج العالم، محتاج تمسك فيه كده، إما أن تكون عالما أو بصحبة عالم. ليه؟ لأنه هيوفر عليك كتير من المشاكل. العالم ممكن يدخل في المكتبة بتاعته يقعد بال4-5 أيام يحقق في مسألة فرعية أنت بتسألني إياها مثلا أو بتسأل غيري، بجاوبك في 2 دقيقة. الدقيقتين دول أخذوا مني 3-4 ليالي حتى حررت وجه الحق فيها. صح إحنا قليلا ما نذكر الأدلة أو بنذكر الأدلة ساذجة، لكن لو دخل واحد عشان يناظر ولا حاجة يقول لك لا أنت غلطان مش عارفين الكلام ده، ممكن نجيب الأدلة اللي عندنا والأصول التي اعتمدنا عليها. لكن في النهاية حاجتك إلى العلم إنه هو علامات الطريق. تخيل مثلا طريق طويل وفي منازل، كل شوية تنزل ناحية هنا تنزل هنا تنزل هنا، تخيل كل منزل ليس عليه لافتة تقول لك أنت نازل فين، تعرف تروح فين؟ هتقف عند كل منزل، يا ترى هو ده المكان اللي هنزل فيه ولا لا، يا ترى ده ولا لا. إذن لابد من علامات للطريق لا سيما إذا كان طويلا. مين بقى اللي يديك علامات الطريق؟ يقول لك امشي ما تقفش، لو وقفت هتتلف. مين يقول لك الكلمة دي؟ رجل بصير بالطريق، دليل ماهر. والإمام البخاري رحمة الله عليه لما ذكر والده إسماعيل ابن إبراهيم في تاريخه الكبير، فقال أنه رأى حماد بن زيد تمام وصافحه ابن المبارك بكلتا يديه. مع أن الإنسان لما في الترجمة بيذكر لسيما كان أبوه يعني بيذكر الحاجة الفخمة يعني اللي هي لها أثر في حياته. إيه اللي ذكر البخاري؟ أنه سلم على حماد، رأى حماد بن زيد يسلم على ابن المبارك والكلام ده. هو إيه يعني لما يسلم على ابن المبارك؟ دول كلهم علماء. إسماعيل بن إبراهيم ده لم يكن عالما، روى بعض الأحاديث والكلام ده لكنه لم يكن عالما، بس كان بصحبة من؟ بصحبة حماد بن زيد بن درهم الإمام الجليل الكبير الفخم الضخم، ومالك. طبعا مالك انتوا عارفينه كله، عشان كده انا بقول مالك وخلاص، وانتوا عارفين قدر مالك النجم، لولا مالك وسفيان بن عيينة ضاع العلم بالحجاز كما قال الشافعي رحمة الله عليه. اما ابن المبارك ده قصة تانية خالص. الإمام المجاهد العالم الثبت الغني ابن المبارك ده كان بيصرف على 6 نجوم عصره، 6 دول. كان بيتاجر عنده مال كتير، وكانت غلته 100,000 ولم تجب عليه زكاة قط. ليه؟ اللي بياخده بيطلعه فورا. شو بقى كان ابن المبارك ده بيتبنى عشان الجماعة اللي عايزين بنحطهم على تبني طلبة العلم والكلام ده. شوف كان بيصرف على السفيانين والحمادين والفضيل بن عياض وإسماعيل بن علي. أشوف على السفيانين، ينفق على السفيانين، على سفيان الثوري وعلى سفيان بن عيين، والحمادين حماد بن سلمة وحماد بن در حماد بن زيد، وده عندنا الفضيل بن عياض وإسماعيل بن علي. لو رجل من هؤلاء بصق فلحس أهل الأرض بسقته لصار علماء. وأنا لا أبالغ إذا قلت هذا، لما تعرفوا تراجم هؤلاء العلماء ستعلمون أنني لا أبالغ. أو كان ابن المبارك ده بيصرف على 6 دول. بيقول بقى البخاري إن أبويا سلم عليه
أبو الإمام البخاري زي ما قلت ما كان لم يكن عالما، إنما كان راوية ثقة وروى بعض الأحاديث. صحبته لهؤلاء العلماء أثرت فيه. لما مات اللي هو بيحتضر يعني، قال للبخاري إيه؟ قال يا بني لقد تركت لك 1000 1000 مليون درهم ما أعلم درهما فيه شبه، مش حرام لا، ما أعلم درهما فيه شبهة. مين اللي عرفه مع أن الشبهة لا يعلمون كثير من الناس زي ما مر بنا في حديث النعمان ابن بشير، لا يعلمون كثير من الناس. إيه اللي عرف والد البخاري بالقصة دي؟ كان إذا أراد أن يعقد صفقة بيع يروح للعلماء اللي جنبه، يا جماعة الخير أنا عايز أعمل الصفقة الفلانية، شروطها كذا وكذا 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 وكذا، هل ترون شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قالوا له لا حلال ومية مية ومفيش أي مشاكل يروح يعمل الصفقة بتاعته، إذا قال له لا دية حرام يسقطها على طول، دي فيها شبهة كان يسقطها. أنا بقول النهاردة للتجار بتوعنا، أنت عندك مستشار قانون وعندك محاسب، ده بياخد فلوس وده بياخد فلوس، وممكن ده يكون له نسبة من الأرباح وده نسبة من الأرباح، أنت عندك مفتي؟ بكل أسف أقولها وبمرارة، أقل القليل أندر من الكبريت الأحمر، بالذات رجال الأعمال الضخام قوي، ده ما يسمعش عن المفتي أصلا، مع أن الأصل في البيوع الحل، ودي مشكلتها، دي الإشكال، أن الأصل في البيوع الحل. يعني عندنا العبادات والبيوع، الأصل في العبادات المنع، ده أصل برضو من الأصول، الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالإذن، فتعمل لا تتقرب إلى الله بشيء إلا إذا كان مأذونا لك فيه، لأنك لا تدري أيحب الله أم لا. ما يجيش واحد مثلا بعد صلاة من الصلوات زي ما شفنا بعض الناس لا يدعو إلا ساجدا، يقول لك أصل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. طب أنت عندما تحريت السجود عقب الصلوات لتدعو ربك وأنت ساجد، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها؟ أبدا. أمرك بها؟ قال لك إذا أنهيت الصلاة فاسجد وادعو ساجدا؟ ما حصلش. جبتها إزاي؟ كيف تقربت إلى الله بهذا؟ الدليل الذي تحتج أنت به أقرب ما يكون عبد ربي وساجد مر على كل هؤلاء الصحابة والتابعين وتابعين، في حد فيهم أبدا منهم هذا الفهم اللي أنت فهمته، جبتها منين بقى؟ لماذا تتحرى السجود؟ هذه بدعة بقى. نقول لك لا يجوز لك أن تتقرب إلى الله إلا بما يحبه الله، وأنت ما تعرفش طبعا ما يحب الله مما يكره إلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. دي العبادات. عندنا البيوع، الأصل في البيوع الحل حتى يرد دليل بالمنع، يبقى البيوع في الأصل حلال. طب مين المنتج النهاردة في زمننا؟ الكفر هم المنتجون ونحن مستهلكون. فهو لما بيطرح سلعة حاطط الشروط اللي تضمن له الربح، مع قطع النظر حلال حرام دي مش في دماغه. ازاي انت تروح هناك وتعقد صفقة في اي بلد من هذه البلدان التي لا تدين بدينك وتوقع على هذه الصفقة بدون ما ترجع لأهل العلم وتقول لهم في حاجة حرام ولا في حاجة حلال؟ ازاي يعني عملت المسألة دي وهان عليك هذا الأمر؟ والمال اللي انت عمال تجمعه بالملايين والمليارات هتسيبه لمين؟ هتسيبه لمين؟ والله العظيم وقلما أحلف لا يستحق إنسان أن تدخل النار لأجله، فيش بني آدم يستحق هذه المنزلة، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، ما في أحد يتحملها. النبي عليه الصلاة والسلام قال ناركم هذه، لو افترضنا بئر بترول انفجر ولع، ولا مفاعل ذري نووي انفجر، أقصى ما تتخيله من درجة الحرارة على الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. مين اللي تحملها دي؟
فانت عمال تكوم 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 لا حلال بتتحرى ولا الكلام ده، وتسيب ده لمين؟ عشان يلتحقوا بالولد اللي حجر على ابوه؟ ها حتى ال 11 مليون اللي يعني اليتامى ها مش عايز ابوه ياخدهم برضه. خد ال 11 مليون وخد ال 300 مليون كمان وساب ابوه بقى عشان يقعد بقى على الناصية يشحت ولا بتاع. فهتترك المسألة دي لمين؟ فيبقى لابد ان تتحرى وان تعرف موضع قدمك، انت رايح فين؟ تلم الفلوس ليه؟ بس القصة مش قصة تلم فلوس، المال النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم وحدد وظائف المال، قال يقول ابن آدم مالي مالي، كل ما تكلمه لك فلوس، انت معاك جنيه تسوى جنيه، معاك درهم تسوى درهم، معاك دينار تسوى دينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت؟ أدي وظيفة المال، تأكل وتشرب ولا تريق ماء وجهك للناس، بعد كده ده فضل زائد. طالما فضل زائد ما بنقولكش افتقر، احنا بنقولك اغتني، ونفسنا المسلمين يبقى معاهم فلوس، بس اعرف ليه وان تكون من حلال. إذن الإمام إسماعيل بن إبراهيم والد الإمام البخاري لما يقول لي: يا بني تركت لك ألف ألف لا أعلم درهما فيه شبهة، بورك للإمام البخاري في أثره، وكان لهذا المال الحلال أكبر الأثر في استقامة هذا الإمام وتمام سيرته المضيئة. فعشان كده احنا بنرجع ونقول إن الإنسان اللي هيعيش 27 سنة هو ده العمر الفعلي الذي سيؤاخذ به بين يدي الله، ممكن يكثر العمر بتاعه ده يخليه آلاف السنين. تعرف بحاجة واحدة بس، شيء واحد حتى لا أستبق الأحداث والكلام، ولسه احنا لسه معدين رمضان اهو بقالنا بتاع كام يوم. قال الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر. انت لو قمت العشر الاخر من رمضان، عشان اختلاف المطالع وقصة ده من اولى بليلة القدر، احنا ولا السعودية ولا مش عارف ايه الكلام ده، قم العشر الاخر وريح دماغك. اذا قمت العشر الاواخر فقد اصبت ليلة القدر، فإن أصبت ليلة القدر كتبت عند الله عابدا خير من ألف شهر. ألف شهر يعني كام؟ يعني 83 سنة وكم شهر، وعدة أربع شهور وكم يوم كده. يعني لو صادف مثلا أن أنت أدركت عشر ليالي قدر في حياتك كلها، أنت مثلا أو الإنسان الذي نمثل له يمر على 60 سنة، من أول 15 سنة هيبتدي يقوم، يعني عنده 45 رمضان، ها هناخد 10 رمضانات، تمام؟ يبقى 83 سنة في 10 830 سنة، كتبت عند الله عابدا 830 سنة، مع ان عمرك الفعلي 27 سنة. ممكن تكثر عمرك الانتاجي وتبقى يعني خلاص وصلت. ده كله ايه؟ ده كله بقى بمنازل السائرين اللي احنا عايزين نتكلم فيها. يبقى أنا عمرك أو نهاية الطريق هو نهاية عمرك، هو نهاية عمرك. يبقى إذن الطريق مستقيم وطويل، له صفات ذكرناها، له عقبات ذكرناها، له طول ذكرناه، كل هذا على سبيل الإجمال. وإن شاء الله عز وجل، إن جمعنا الله عز وجل بكم مرة أخرى، نفصل هذا الإجمال، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.